شفيك فشلتينا قدام خلق الله والله. اي عورت خشمي. الى الامام. شفيني انا اليوم شفيني. إلى الأمام سر. إلى اليسار دور.
مو هني هني ليك انت ما تعرف يسارك من يمينك؟ مالي فشلتنا عيسى فشلتنا. يسار راح. استريح. وي خدوا يلا 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 خلينا نستريح خلينا نستريح يلا خلينا نستريح يلا وعملنا حاجات. شنو هذا شنو هذا؟ انت قلت استريح. انا اقول لك يا سهر راح يعني كذي استريح تردها مثل ما كانت. يلا 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 قوموا يلا شعل راسنا احنا. اي والله فشلتونا فشلتونا ما ندري شنو. اول مره اول مره قاعد تسوي كذي. انت تقول استريح في اليوم الصبح نسوي كذي في الغابه والله. يلا يلا والحين استريح. الحمد لله والله ما بغيته. يلا يلا شنو هذا؟ استعدوا الحين لتحية العلن. يلا استعدوا 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 يلا استعدوا زين ها؟ يا الله إيه؟ وقفوا عدل ترى هذا العلن حاجة كويس. وقفوا عدل تعظيم سلام. كفو عليك هذه القيادة ولا بلاش. خلك قاعد حط ريل على ريل وخلهم هم يشتغلون. عفية عليك. أقول وقلنا هو القائد بس مو كذي يعني قاعد وانتم تشتغلون ما يصير يعني. انتم مالكم ذنب. أقول يا القائد قوم زفهم خلي يشتغلون. الشغل هذا يعني عاجبك الشغل؟ شباب شنو هالشغل هذا؟ شنو هالشغل؟ شغلكم مو شيء وكلهم بطيئين. يلا 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 بسرعة جمعوا الحطب ويلا شبوا النار قبل يبرد الجو. يلا وليش انت شنو شايف نحن قاعد نسوي من صباح الله خير هني؟ شنو شايفنا قاعد نسوي؟ انتوا قاعد تشتغلون بس شغلكم بطيء. لا شغلنا مو بطيء احنا قاعد نشتغل عدل. شغلنا مو بطيء. احمد لازم تسمع كلامي لاني انا القائد هني. وشنو يعني القائد والقائد؟ اخاف بس يعني انك ريال عود قائد وقائد. احمد لا تهاوشني وتعلي علي صوتك. دير بالك انا القائد ترى اراويك. وشنو تبي تسوي يعني اراويك؟ شنو تبي تسوي؟ شنو؟ اي قول لي شنو تبي تسوي؟ تعال تعال خلاص اعطيك
انا طقك بوكس على عيني. لا ما تقدر علي. اي ما تقدر علي. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله سيدتي سيدتي والان حنشوف المباراه القويه بين قائد سليمان واحمد حماده. يلا بدات المباراه. حتشوف الله مش عارف ليش ينعد. الله يا سلام يا سلام يا حماده يا سلام يا احمد حبيبي. ليه كده؟ ليه كده؟ ده انا المذيع يا اخوان. ايه المباراه الخربوطه دي؟ دي خرابيط. المباراه الاولى كانت خربوطه بخربوطه. هنشوف المباراه الثانيه ان شاء الله هتكون كويسه وترضي المباراه الثانيه بدات دي الضربه القاضيه بقى. دي الضربة القاضية. يا سلام يا سلام ولا بالأحلام. يا سلام يا سلام. ها ايه اللي حصل؟ هنشوفه على البطيء. على البطيء يلا. احنا شفنا الضربة القاضية بس ما شفناش اللي بعدها. هنشوفها. يلا الضربة القاضية بقى. الضربة القاضية ايه هي دي؟ الضربة القاضية. يا سلام يا سلام ولا بالأحلام. يا سلام الضربة القاضية. الله أكبر الله أكبر. ايه اللي حصل تاني؟ هنشوف ايه اللي حصل تاني. ها حمادة بيفكر بإيه؟ هنشوف يا حمادة بتفكر بإيه يا حمادة؟ بيطلع بإيه؟ هيطلع إيه حمادة؟ هنشوف هيطلع إيه؟ ده تعبان، هيطلع له تعبان، ما بيخافش من التعابين، ده قوي قوي والله ده قوي. مش قلت لكم القائد سليمان ده بطل؟ اخذ جوائز كتيره بالمصارعه الحره. ده بطل وغاوي. يا سلام يا سلام ولا بالاحلام. هيفكر بايه تاني حماده؟ هيفكر بايه؟ يعني بتطلع له اسد؟ ده ما بيخافش من التعابين، هتطلع له اسد؟ مش هيخاف من حاجه. هيطلع ايه تاني؟ هتطلع له ايه؟ زعيوي. يطلع له زعيوي؟ مش هيخاف من الزعاوي. ها؟ يخاف من الزعاوي؟ مش خايف من التعابين، يخاف من الزعاوي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ده ضرب نفسه. بيفكر بإيه يا حمادة؟ بيفكر لا لا يا حمادة، ما تعملهاش يا حمادة. يا لهوي. يا حمادة ما تعملهاش يا حمادة. معلش ليه كده يا قائد سليمان؟ ليه كده يا قائد سليمان؟ ليه كده؟ عملت ايه يا قائد سليمان؟ معلش يا قائد سليمان. ما تعالجوا يا حبيبي. واقف تعمل ايه؟ ما تعالجوا. معلش يا قائد سليمان معلش. ما تعالجوا. ايه ده؟ عالجوا. معلش الحين اقوم اطقه. عمل لك ايه؟ انا ما اقدر. Beep.
انتباه. شو السالفة؟ خليك على موقفك ولا تتنازل، انت مو غلطان. ايه استاذ نزار، انا اقول لك شنو صار. نعم احمد غلط علي. لا استاذ انا ما غلط عليه، هو اللي اول شيء غلط علينا هني. انا إيه؟ انت اول شيء. يا سلام يا سلام، اصل القائد سليمان ما عمل شي حاجة. يا حمادة، حمادة هو سبب. لا بس ارقصوا، ترى قائد سليمان قالت على احمد وعلى كل شباب. ايه استاذ؟ لا استاذ، ترى احمد فارت اعصابه يا استاذ. ايه استاذ؟ استاذ استاذ احنا حاولنا نهديه بس والله ماكو فايده. وي وي انتباه. لما اسال شو السالفه هذا معناته ان سؤالي موجه للقائد سليمان. اذا ابي اسالكم اناديكم باساميكم، والحين تقول لي القائد سليمان شو السالفه؟ انا اقول لك شنو صار استاذ نزار. قعدنا الصبح ويانا حيينا العلم زين، وقاعدين نشتغل نفس كل يوم، وانا قاعد اوجههم لاني انا القائد. حلو زين، وانا قاعد اوجههم احمد، هذا احمد عصب علي وزفني وطقني بعد. صحيح احمد؟ ها صحيح الكلام؟ لا استاذ مو صحيح الكلام هذا. صدق مو صحيح؟ اي صدق مو صحيح. قول لهم صدق ولا لا؟ صدق ولا لا؟ اي ولا لا؟ شوف اي احنا استاذ احنا من اول ما جينا من هني من صباح الله خير واحنا قاعد نشيل، وهذا سليمان. هذا سليمان لو سمحت، طول ما احنا في الكشافه تنادون قائدكم بالقائد سليمان. ان شاء الله استاذ. احنا استاذ من صباح الله خير واحنا قاعد نشيل ونحط ونرتب، والقائد سليمان قاعد على هالكرسي وقاعد يصفح بالمجلة، ولا ساعدنا ولا حتى انشال معانا قوطي كبريت. وانا قلت له هالكلام لما انا كنت معصب ومتنرفز حدي ومعرق بعد. صحيح الكلام يا القائد سليمان؟ صحيح؟ شباب لا تخاف ما راح اطقك يا شباب، انتوا كشافه ولازم تنضبطون. احنا جايين هنا 10 ايام عشان نتعلم شلون نقدر نتاقلم في هالاجواء ونتحمل المسؤوليه، والقائد لازم اول واحد يتحمل المسؤوليه، ولنا في رسول الله اسوه حسنه. صح الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل. لا تخاف ما راح اطقك. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان هو وأهل بيته يساعدون الصحابة لبناء أول مسجد في الإسلام. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخاف ما راح أطقك، كان يساعد أهل بيته لتجميع الحطب، وأنتوا تدرون تجميع الحطب في البر جدا عملية صعبة. صح. لأن ما في أشجار في البر، مو مثل هالغابة اللي أنتوا شايفين مليانة أشجار. صح صح ما في أشجار في البر. رغم هذا كان النبي الأكرم كان يساعد أهل بيته لتجميع الحطب. صح. ولا ننسى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. سلام الله عليه. لا تخاف ما راح أطقك. الإمام علي عليه السلام وهو قائد وخليفة المسلمين كان يروح يتفقد أحوال الرعية. صح. 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 إذن القيادة تكليف مو تشريف. صح. بس انا مو قادر اتحمل. بس استاذ نزار. نعم. انا عندي سؤال. تفضل. الحين مو صعب علي انا القائد اشتغل واوجههم بنفس الوقت؟ لا جدا عمليه بسيطه. وانت قاعد تشتغل مثلا، لا تخاف ما راح اطقك، وانت قاعد تشتغل مثلا اي واحد من هالشباب الطيبين اذا واجهته مشكله تقدر تساعده، وانت قاعد تشتغل تقدر تساعده، واذا انت واجهتك مشكله كلمني راح اساعدك، ما فيها شيء. عشان كذي يا احمد ما راح اطقك. ما يصير تبدا كلامك بالهجوم. يعني شلون استاذ؟ شو اسوي؟ النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. انصر اخاك ظالما او مظلوما. ظالما شلون؟ ظالما او مظلوما. ها
نعم. زين استاذ مظلوما وعرفناها. زين ظالما شلون؟ يعني مثلا لو يوم من الايام لا تخاف ما راح اطقك. يعني مثلا واحد من هالشباب الطيبين زين ارتكب غلط. زين مو معناته انك تاخذه قدام ربعه، اي انت مرتكب غلط وانت مش عارف. لا لا هاي شنو اسوي لك؟ تاخذه بهدوء، تاخذه على الجنب، تتكلم معاه بهدوء. هذا اللي يسمونه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تبدا كلامك بالهجوم. اي الحين عرفت انا. ما تبدا كلامك بالهجوم ابدا حتى لا يخجل قدام ربعه. الله سبحانه وتعالى دائما في القران الكريم يوجه الخطاب للنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم، يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وفي ايه ثانيه يقول لا تخاف ما راح اطقك. ادري والله مو مكتوب بالنص ادري خلاص. يقول في ايه اخرى يقول لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. استاذ 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 ممكن يعني ممكن يعني يا استاذ؟ اتفضل اتفضل. شكرا أقول. انا فاهم وفاهم كل حاجه. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لديه جار يهودي، وكان هذا الجار كل يوم بيؤذي رسول الله يؤذي رسول الله. في يوم من الايام مرض الجار اليهودي. صدق؟ تعرفوا ايه عمل رسول الله؟ ايه ذهب وزاره في بيته ودخل اليهودي في الاسلام. الله احد. الله احد. شوف الله احد. استاذ نزار اتفضل اتفضل جعفر. وانا بعد عندي واحد روايه بيقول كلهم كلهم راح يسمعونك عن امام جعفر الصادق عليه السلام. سلام الله عليه. ما دخل الرفق شيئا الا زونه، وما غادر شيئا الا شونه. يعني فيما معناه هذه الروايه لازم ناخذ يكون في شويه حب عتق ما بين اخوان واصحاب. صح؟ ايوه ايوه يا استاذ. نعم. ايوه يا استاذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالسرعة يعني الهوشة البكسات، بل الشديد الذي يملك نفسه عند القضب يعني ما بيعصبش أبدا. عبد العزيز تبي تقول شيء؟ عندك شيء؟ عندي. قول. أستاذ إن الله أمرنا نتعاون بالبر والتقوى يعني الخير، وانا اتعاون على الاثم والعدوان يعني الشر. والله ما شاء الله. زين استاذ. لا لا الله يخليك الله يخليك مكانك. زين زين قول اللي عندك. استاذ يقول لك ان كثير من البلدان دخلوا بالاسلام. قولوا ليش؟ ليش؟ يقول لك استاذ لان التجار اللي كانوا يروحوا لهم يعرضون لهم الاسلام باحسن صوره. ما شاء الله عليك ما شاء الله. ما شاء الله عليكم كلكم عارفين عيسى عنده روايات وقصص حلوه، وعبد العزيز وفهمي، وانت يا جعفر هم قلت روايه كلش حلوه. ما شاء الله كل هالفهم وكل هالمعلومات ليش ما تطبقونها بالارض الواقع؟ ليش؟ تدرون اذا واحد عنده معلومه وما يطبقها بالارض الواقع يصير مثل شنو؟ مثل شنو استاذ؟ يصير مثل مريض قاعد في بيته وعنده دواء وما قاعد ياخذ دواء، فبالتالي ما راح يطيب. يطيب؟ لا ما يطيب. مريض ما ياخذ دواء يطيب؟ لا ما راح يطيب. اكيد ما راح يطيب. زين يلا يلا انا اقول لكم يلا يلا احمد والقائد سليمان تعال لا تروح بعيد تعال راح لا تروح بعيد. شو نسوي؟ تعالوا تسامحوا من بعض. شنو؟ تسامحوا من بعض. يعني تسامح من بعض؟ اي ما فيها شيء. يعني عادي عادي نتسامح عادي؟ اي يعني ايش رايكم نتسامح من بعض ولا لا؟ قولوا لا قولوا لا. هاي صوتهم شوي شوي. قولوا إيه ولا لا؟ قولوا لا قولوا لا. واحد بس قاعد يقول لا، كلهم يقولون اي. منو هذا؟ هذا مأيدني. خلينا نشوف خلينا نسمع الاكثر. اي ولا لا؟ لا لا يقولوا لا. دام انا قاعد اقول لا خلاص. لا استاذ نزار اكثرهم يقولون اي. لازم نسمع كلام. لازم تتسامحون من بعض. يلا 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 احمد وقاعد سليمان يلا نتسامح من بعض على يلا 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 ما يقالب يلا يلا تعال سامحني. ها تعال سامحني. شنو اقول لك؟ سامحني سامحني. انا اسف قاعد سليمان. وبعد ثاني مره بعد
بعد ما راح اعيدها خلاص هذا اخر مره بعد ما راح اعيدها مره ثانيه خلاص حتى انا اسف ومره ثانيه ما راح اهاوشك ولا اعصب عليك ولا اطقك بارك الله بيكم ان شاء الله ما تعودون حق هالحركات اللي دين الاسلام بريء منها ان شاء الله ان شاء الله استاذ بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا وربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا وربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا قولوا كلكم وياي قولوا كلكم وياي قولوا كلكم وياي يلا كلكم وياي بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا عملنا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا إن شاء الله بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا إي والله إي والله ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا خل نبقى متوحدين نساعد بعضنا ما نخلي هذا الشيطان يشتت شملنا خل نبقى متوحدين نساعد بعضنا ما نخلي هذا الشيطان يشتت شملنا بسم الله واهل البيت نبدي عملنا بارك الله بيكم ربنا سبحانه وتعالى يضاعف اجرنا بسم الله واهل البيت نبدي عملنا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف اجرنا خل نصفي هذه الأرواح من كل ضاغينا ونوسوس مثل الشيطان من يهمس فينا خل نصفي هذه الأرواح من كل ضاغينا لنوسوس مثل الشيطان من يهمس فينا بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا الله يقويكم ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا عافية ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا من مدرسة أهل البيت ناخذ إفادة ونحقق كل الأمال وأحلى سعادة من مدرسة أهل البيت ناخذ إفادة ونحقق كل الأمال وأحلى سعادة بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا عملنا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا أجرنا بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا نبدي عملنا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا يجمعنا رب الأكوان دوم على حبه واللي يمشي بدرب الخير ربنا يحبه يجمعنا رب الأكوان دوم على حبه واللي يمشي بدرب الخير ربنا يحبه قولوا كلكم وياي قولوا كلكم وياي قولوا كلكم وياي يلا كلكم وياي بسم الله وأهل البيت عملنا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا بسم الله بسم الله وأهل البيت نبدي عملنا والله عملنا ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجرنا عفية عالشطار خسرت جولة بس للحين ما خسرت المعركة كلها وأنا قاعد بالقعدة لي بالمخيم مسوي زار وأكيد أنا قوي أوه
خلنا نطير فوق الهوى ونغني بالحان العبير. خلنا نطير فوق الهوى ونغني بالحان العبير. خلنا نطير شوف الطبيعة ونشكر الله القدير. خلنا نطير ونفرح بتغريدنا الطفل الصغير. خلنا نطير ولون السما يتناغم 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 صوت الغادي. خلص بنزينه. تكفى الشعب، تكفى يا بني ادم يا انسان. انا قاعد اوسوس لك، قاعد اقول لك هذا اخذه حطه بجيبك، انت تاخذه ما ادري وين تحطه الضيعه. ليش؟ فتح مخك معي. تكفى تكفى تكفى. انا قاعد اوسوس لك، انا ابليس، انا ابليس، انا يعني ما ادري اجمع لك شياطين الدنيا كلها تجي توسوس لك مثلا ولا شنو؟ يا ابو شهاب. ها ايش جايب؟ جايب سخلة ايه؟ يبوي يبا سيكل سيكل سخلة سيكل كاهي سخلة. هاي سخلة؟ اي هاي، هذا عيون. ها يبا هذا سيكل سيكل، هذا يعبونه بنزين ويدوسون فيه ويمشون عشان يصيدون فيه الطيور. ايش علامك ملونها؟ هي كذي عشان تصيد فيه الطيور. ها تمويه، هذا يسمونه تمويه. وهذا قرونها شنو؟ مو قرون يبا، هذا بنزين. ايش فيك انت؟ يبا انتوا للحين ما وصلتوا حق المراحل هذه بعد. ما ادري والله. وشنو جايب وياك انت بعد اليوم؟ جايب تمر. تمر يا ابو شهاب. جايب تمر؟ اقدور اقدور. وليش جايب تمر؟ ايش حقه؟ هذا تمر الحين بقول لك. زين تعال انا اول شيء اقول لك قبل لا تقول لي. يقول لك اي شيء تبي تاكله والتمر، حتى التمر اذا تبي تاكل لازم اول شيء شنو تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي؟ اي زين. واذا تبي تعذب الشيطان اكل 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 بعدين سم عشان يرجع لبطنه كله. نسيت نسيت انا. هذا هو. اي الحين قول لي ليش جايبه؟ اقول يا زوز الحين انا عفلك. يعني ما ادري راح تستوعب ولا لا. انتم شمتكم الصيد ويع شعابية عليهم. انتم بالغابة هني في طيور، صيد صيد صيدوا طيور، صيدوا طيور. فلاح فلاح فلاح، ما ادري ايش تقولون انتم. اذونك تون يا ابو شهاب. ها اذونك تون؟ اي هذا اكيد حميد الحوالي عندك عين. من هذا؟ اذا اذونك تون يعني حميد الحوالي عندك. من هذا حميد؟ هذا مالي واحد هني ويانا.
نزار ايش رايك نصيد طيور؟ يلا يلا هي ليش لا؟ خنصيد طيور ليش يلا خنصيد طيور. زين تعال انت الحين وشلون تبي تصيد الطير قول لي؟ بهالتمره هذه تبي تصيد الطير بالتمر؟ اي وش الطير هذا اللي صايم تتفرع على تمره؟ لا مو صايم يا ابو شهاب. ها هذا في نوع من الطيور. زين نوع من الطيور مو كل الطيور يا ابو شهاب. اي قول. يحبون التمر يشوفها من بعيد سيده يجيها يطب وصيده. والله اي يعني انت بس تاشر له كذي الطير هيك على طول هذا صيده؟ لا حطه بصوب شبكه وانا حالتي حاله وساكن وملونه وقاعد اعن فيهم اثر اخر شيء تمر. اي صيد 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 طيور بساكن شراني انا بقى انا وين وصيد وين. زين زين اذا كذي زين خلنا ندور لنا هني طيور يلا يلا خلنا ندور يلا يلا خلنا ندور خلنا ندور يلا 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 زين زين لحظه 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 اول شيء عشان احنا لا نتعب اي فلازم هذول يساعدونا. من نسالهم اذا كان في طيور هني ولا لا؟ من هذول كلهم ايش كثرهم قاعدين يطالعونا بعد شنو؟ زين يا ابو شهاب يا اطفال يا حلوين هني هني في طيور معنا ولا لا؟ في ولا لا؟ ما اسمع اعطوني صوت عالي في ولا لا؟ زين وينهم وينهم؟ وين هني هني؟ وين؟ هني؟ هني ولا هني؟ هني؟ ماكو شيء هني وين؟ ها؟ وين؟ هني؟ ماكو شيء؟ كلها وايرات فيه كلها وايرات ماكو؟ ها؟ وين؟ اللي ورا ما اسمع وين؟ هني؟ هناك؟ انزين انزين انا راح العب وياكم لعبه حلوه زين تعرفون لعبه الحار والبارد تعرفونها اذا رحت مكان عكس الطيور شنو تقولوا لي واذا رحت عند الطيور شنو تقولوا لي يلا زين انا الحين وين بروح شوفوني ها وين بروح ها وين ما اسمع صوت عالي ها بارد ولا حار بارد ها يعني غلط زين اروح هني ها بارد ولا حار؟ ها؟ حار؟ يعني معناته الطيور هني صح؟ ها زين يلا يلا زين تبون نصيدهم ولا لا؟ اي ولا لا؟ ما عرفنا لكم ناس يقولون اي ناس يقولون لا اي ولا لا؟ اي بس ما يصير بالنص مكتوب ان نصيدهم فلازم نصيدهم يا ابو شهاب قول يا ابو شهاب خليك معي معي يلا يلا اي وياك انا وياك انا وياك انا صياد ابوي صياد جدي صياد ادري فيك ادري فيك إيه. يلا يلا ادور انا خل احط لك تيله انا ادور كام يا ابو شهاب كام يا احمد اي كام 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 يا ابو شهاب انتوا قصدكم عن هذيل؟ اي ما ادري انا ايش دراني يلا الحين 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 يلا يلا يا ابو شهاب انت صميه ولا تيله؟ لا لا تيله تيله عشان ابط عينه تعرف تحوز؟ اي انا شوف انا 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 ايش زين بس انا شويه حول مو هاي لا شويه حولهم ليش هني يا تحوشهم اي انا شويه حول مو هاي شويه بس يلا لحظه لحظه خليني ايش ابو شهاب لحظه لحظه تركز يلا يلا تركز يا ابو شهاب اي تركز يا ابو شهاب خلي عندي ايش وقتي يا ابو شهاب يلا 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 تركز يا ابو شهاب يا ابو شهاب يا ابو شهاب صدني انا ما ادري انا ما ادري ايش دراني انا ما ادري انا قاعد اقول لك انا شويه حولت انا وخرت انت الله يهديك فيك انت علينا لا لحظة 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 كان هو هني هو هني لحظة 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 انا قاعد اقول لك انا شويه حول بس مو وايد خله خله يا استاذ زعل سيده 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 خله 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 انا سيده خله خله لي انا ناحش يلا يلا وين راح كاو 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 ابو شهاب كاو 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 هالمره هالمره ابو شهاب ابو شهاب تركز طح طح ابو شهاب يا ابو شهاب هالمره هالمره حصيده راح حصيده عادي هالمره تكفى يا ابو شهاب خشبك يا ابو شهاب لا لا ما يحتم ما يحتم ما يحتم يا ابو شهاب تكفى ابي صيده اي لا هالمره هالمره حصيده هالمره حصيده حصيده شوف 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 هالمره احنا ايش نعدل عاد انا عليه زين يلا لحظه لحظه حشنا شادي ما ادري حشنا شادي شراني ما انا ما ادري ما ادري انا شراني انا قاعد اقول لك انا شويه حول بس مو وايد خله روح له روح له هالمره روح له هالمره روح له ها صدت انا بعد جاك ابو شهاب لحظه رحيك رحيك صيده عدل صيده عدل ايش فيك ما تعرف الصيده يلا 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 لحظه تصيح عليهم صيده صيده
خله ابو شهاب هذا لي احكي 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 لي ابو شهاب حكره 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 لحظه هو تعب هو تعب هو تعب يلا سيده سيده يا سلام اخيرا واخيرا وبدون قشرة صدناها حط مالك لا يعضك حط مالك لا يعضك لا يعض لا بلا يعض يعض لا لا صايد منه هذا لحظه لحظه هذا فاش شنو شنو هذا لا لا هذا هذا شنو شنو هذا شنو هذا هذا شوفوا تعال شوف شنو صدنا تعال شوف شنو صدنا هذا شو اسمه هذا ترغى ترغي هذا شنو نوعه شنو نوعه هذا نوعه زبادية. زبادية لا يبا زبادية يبا تتعلمهم غلط زبادية وزبادية يبا الزبادي هذا الزبادي يعيش بالنهر لا تعلمهم غلط يا جماعة حنعمله ملوخية لا انا اقول لك انا اقول لك هذا اسمه بونجير يعني عصفورة صغيرة لا 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 مو بونجير بن الابي زين هذا زين هذا 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 الصبح اللي قعدنا من النوم وقت الصلاة يقول كوكوكو هذا لا لا مو هو مو هو هذا ابوه لا 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 هذا ولد عمه ولد عمه بس يونس بنقاره فاش هذا 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 اللي مصمم الازياء عبد الله الشكناني مو حاط فيه ناس فين؟ هذا ايش في بعد؟ ما شاء الله ما شاء الله شنو هاي بعد؟ هذا شوف شوف شنو صدنا يا استاذ صدنا علي احمد قنبر صدنا طير يا استاذ طير صدتوا طير فرحانين صايدين طير وش راح يسوون في الطير هاي هذا استاذ بصيده بحطه بقفص وبسمع تغريده حلو كضوان يسمونه تغريده حلو نفس الرادود نزال القطري تصيده وتحطه بقفص عشان تسمع صوته حلو حلو صوته يعني لو انا اصيدك والله واحطك في قفص لو في غرفه والله عشان اسمع صوتك لو اشوف وجهك يصير هذا كنا زفنا لا استاذ انا قلت بس عشان ما تجوز وياك تجوز ويا غيرك شلت قول ها يا شباب الطيور جميله وجمالها في حريتها وهي تطير من الشيارة للشيارة من غصن لغصن وتغرد وتعيش حياتها الطبيعيه انزين يا فهيم واللي بحديقة الحيوانات شلون؟ أزعجنا شباب شباب ممكن يعني شباب شيكو شيكو إذا نزل منا بيض شيكو أنت قصدك في باب لا هذا ولا فهمي 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 أنا قصدي فهمي يا حط باب فهمي وانت عين يلا أنت أستاذ أي نعم أستاذ نزار أيوة ممكن أقول حاجة أيوة يا أستاذ يوم من الأيام رحت جنينة الحيوانات حلوة حلو وشفت الطيور جوه الأفاف ازاي اولا الطيور اللي في حديقة الحيوانات حاطينهم في قفص كلش كبير يعني الطير ما يحس انه هو مسجون حاطين لهم مسوين لهم بيئة خاصة مثل بيئتهم وبعدين لا تنسى يهتمون بأكلهم يهتمون بشربهم وبنظافتهم فالطير ما يحس انه هو مسجون في قفص زين بس يا استاذ في بيتنا ها وفي كثير من البيوت تكون الطيور هو أفاف وقنانة لا ما يصير الواحد يجيب طير في البيت والله يحطه في قفص صغير لازم قفص كبير كلش حتى الطير لا يحس انه هو مسجون يقدر يطير وبعدين لازم يهتم في أكله، في شربه، في نظافته وبعدين ما له داعي واحد يسجن طير في قفص ليش يعني؟ يا أستاذ أيوة إذا أنا اشتريت طير ومش عاوز أربيه ولا أوكله
وديته حق الشغالة أو أي حد في البيت علشان يوكله ويربيه. إزاي بقى؟ لا الشغالة أو والله أختك الصغيرة أو والله أخوك الصغير مو مجبورين والله يربون طير أنت جايبة. اي مو مجبورين، واذا صار شيء للطير في ذمتك انت اللي جايبه. انت والله شكو الشغاله لو والله اخوك الصغير يقعدون يربون الطير، واذا هم قصروا في ناحيه اكلهم لو شربهم والطير مات في ذمتك انت. اي طبعا، الا في بعض الحالات اذا شفنا طير صغير ما يقدر يطير، مثلا قطوه صغيره بالشارع امها ميته ما يخالف ان يجيبها للبيت زين، ونربيهم ونهتم فيهم في اكلهم وشربهم، لما يشد عوده نطلق سراحه عشان يروح يمارس حياته الطبيعيه. وفي هالحاله ثوابكم عظيم ترى. هذا عنده جواب على كل شيء. لازم غص الطيب يخليني امشي. ما سمعتوا الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته شلون كانوا يرفقون بالحيوانات؟ انا اعرف. قول لهم اسمعوني كلهم. اقول حق الاطفال ولا حق الشباب؟ احنا بعدنا بنعرف كلهم. كلهم خلاص عيل. اقول لكم تدرون يا اطفال وتدرون يا شباب ان امامنا الامام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء في كربلاء كان عطشان زين، يا هو مع حصانه كانوا اثنيناتهم عطشانين زين، تو الامام الحسين بغى يشرب الماي زين، كان يقول حق حصانه يقول له انت عطشان وانا عطشان وما اشرب الماي الا لما تشرب قبلي، وهذا اكبر دليل ان اهل البيت سلام الله عليهم انهم يهتمون ويرفقون بالحيوانات. شفت شلون؟ شف شف. شفت شلون؟ شفتوا؟ شف كلامك عدل يا قائد سليمان. أستاذ نزار نعم. أنا بعد عندي قصة صغيرة بقول حق أطفال. قل لهم يسمعونك والله. يلا إيه؟ كان في رجولة كبيرة ووجد كبيرة وعنده بستون صغير. هذا بستون كان في بير ووجد عميق ولا زين. هذا كان في نوع كلبة داخل بستون ما يقدر يشرب ماي، هذا واجد عطشان. يجي هذا الرجالة يعرف شنو يسوي؟ شنو يسوي؟ أخذ ماكو عزكم الله جوتي ما هو ما في زين، كان ياخذ ماي شوية. هذا كان يعطي هذا كلبة يشرب يرتوي. بفضل هذا الشيء الله سبحانه وتعالى خليه يدخل الجنة. شفت شلون؟ الله الأحد. سبحان الله. ما شاء الله. شفتوا ما شاء الله. ما شاء الله. كلكم عارفين عيل ليش تسوون هالحركات يا شباب؟ ليش أنتم تسوون هال؟ راح أطقك. ليش تسوون هالحركات يا شباب؟ ها؟ أنتم ما شاء الله عارفين وعندكم هالمعلومات وعندكم كل هالروايات تعرفونها، ليش تسوون كذي؟ أستاذ بعد خلاص أنا بعد ما راح أعيدها، بعد خلاص أنا ما راح أعيدها، هذه آخر مرة أنا بعد ما راح أعيدها. لازم يصير بينك وبين الله، لازم يصير هالشيء بينك وبين الله إنك ما تعود لهالحركات اللي دين الإسلام بريء منها. صح 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 صح. نعم أستاذ أنا صياد. أنت صياد من زمان؟ صياد جدي صياد من زمان. ما دام كذا ما ادش الغابة وصيد الحيوانات والطيور واذبحهم واكلهم واطبخهم بالخمس. ووزع نص هنية ونص هنية وربع هناك كلهم عاد. انت صياد عفري. لا 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 لا، مو كل الحيوانات اللي موجودين في الغابة وفي البر احنا نقدر نصيدهم وناكلهم، بعضهم لحمهم حرام. اللي لحمهم حلال ممكن نصيدهم. وبعدين لا تنسون قبل الصيد، بعد الصيد قبل الذبح لازم نسقيهم ماي ونقول بسم الله والله أكبر، وإلا اللحم مالهم ما نقدر ناكله، يصير اللحم حرام. يصير واحد يأكل لحم حرام؟ يصير واحد يأكل دياي حرام؟ يصير واحد يأكل برجر حرام؟ وبعدين أنت قلت راح أصيد كل الحيوانات، ما يصير إسراف، هذا إسراف. ما يصير والله تصيد كل الحيوانات وانت ما تقدر تاكلهم. لا لازم لازم على قدك. اي هذا إسراف. صح بالفريزر يا استاذ. صح بالفريزر. زين استاذ نعم استاذ. في بعض هذيل المدرسين الاحياء هذيل بالمدرسه هذيل مدرسين الاحياء هذيل استاذ في بعض المرات كانوا يجيبوا لنا ارانب او فيران او حيايه وكانوا يذبحون
هذا شنو حكمهم؟ شوف هذول يجيبون العقارب والحيايا يذبحونهم يطلعون منهم السم يودون المختبر يسوون منها أدوية حق البشر. زين؟ إيه. فطالما لغرض علمي عادي ممكن. زين أستاذ بس هذول مو أرواح مو حرام؟ أرواح أرواح بس قلت لك طالما لغرض علمي ولمصلحة البشر عادي يصير يجيبون حيايا يذبحونهم يجيبون أرانب يجيبون ثيران صغار بيض شايفين هالثيران الصغار البيض؟ يودونهم في المختبر يسوون عليهم اختبارات لكن قلت لك طالما لغرض علمي ما يخالف ولكن هم لازم بدون إسراف. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يوصي أصحابه وأهل بيته حتى في المعارك بعدم قتل الحيوانات وعدم قلع الأشجار حتى. انزين استاذ سوى زلزال بالغابة سوى زلزال مات ايه؟ موت. لا لا ما مات خلاص الحمد لله ويش ايش فيك قوم ايش هذا نزال هذا تنكر ولا انت والله احمد ما ادري يلا قوم عبالي تنكر ماي ويش اقول استاذ ويش سلامتك استاذ دلكني زين استاذ يقول لك استاذ يا صار يوم القيامه وانت عندك فسيله اغرسها شفت شلون استاذ نزار شنو يعني فسيخه فسيلة يعني شيرة صغيرة. عيسى يقول لآخر يوم في حياتك طبعا هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وآله لآخر يوم في حياتك إذا بيدك شيرة صغيرة فسيلة اغرسها عشان تكبر وتثمر. هذا الكلام. يلا 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 انتم ما شاء الله كلكم عارفين كلكم هاي الروايات وأحاديث كل واحد مكانه يلا تقومون تحررون الطير يلا اي صح يلا حرروا الطير يلا 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 مثل ما قال استاذ نزار نحرر الطير يلا يحرروا الطير شوفوا قال سليمان نعم جيب لنا الشولة من داخل شولة مويه ودهن شولة لحظة شولة ليش شولة ودهن وماء حق شنو علشان استاذ نزار قاعد يقول خل نحرر الطير ونكله عشان نحرره استاذ نزار يقول حرروا الطير يعني اطلقوا سراحه مو حرروا يعني سووا حار على الجوله وبعدين انا اعذرك لان مخك مرض بعد المرات يصير كذي بعد المرات يصير كذي بعد المرات كذي كذي انتوا الاذكياء شلون مرت عليكم شلون بالذات انت يا فهمي هذا اللي يقول لك من عاشر قوم اي صح صح يلا يلا الحين مثل ما قال لكم حرروا الطير يلا خلينا نحرره خلينا نحرره يلا يلا يا محلى تغريد الطيور خلتنا في فرحه وسرور يا محلى تغريد الطيور خلتنا في فرحه وسرور يا محلى تغريد الطيور يا محلى تغريد الطيور بلحن العشق غرد طير السعد نادى ينشر فرح بالكون ويا روعة انشادة وتغريدة يا حلوين فن وما يتمادى ويرفرف بجنحة يبعث لنا ودادة لازم نحرسه ونحفظه وصوته يغرب بالفضاء لازم نحرسه ونحفظه وصوته يغرب بالفضاء يا محلى تغريد الطيور يا محلى تغريد الطيور يا محلى تغريد الطيور خلتنا في فرحة وسرور يا محلى تغريد الطيور خلتنا في فرحة وسرور يا محلى تغريد الطيور يا محلى تغريد الطيور وصانا رب الكون بطاها وأهل بيته نراعي الشرع والدين راعي اللي سويته لا تظلم المخلوق بالك لو أذيته يغضب عليك الله ويرضى لو خليته وصانا طه بكلمته لازم نتابع سيرته وصانا طه بكلمته ولازم نتابع سيرته يا محلى تغريد الطيور يا محلى تغريد الطيور الطيور يا محلى تغريد الطيور خلتنا في فرحة وسرور يا محلى تغريد الطيور
خلتنا في فرحة وسرور. يا محلى تغريد الطيور، يا محلى تغريد الطيور. فيني مشكلة، مشكلتي اللي ما أحب أشوف أحد مستانس، وهذول وايد مستانسين. يا محلة تغيد، ما أحب اطفارتي، ما أحب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. تسبيحة الزهراء، لا حد يسبح، لا حد يسبح، لا سبح، لا سبح. أنت يعان، لا سبح. يعان يوحان؟ عيسى يوحان؟ ايوه ترى هم احنا يوحانين من الصبح هذا ما يا راجو وينه ما حد يعرفه تاخر عيني هذا راجو وين رو ما يعرف وين رو لعي ما يجي اي والله انتم ما بسكم معلبات متى يا راجو يطبخ لكم المعلبات اي والله احنا ناطرين راجو هذا وين ملينا ملينا واحنا ناكل معلبات معلبات كلها فول 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 ايه بحتنا من الفول شنو انت اي والله ايش فيك احمد شو السالفه احمد ايش فيك ها قصه شر اورتني صدق ما ادري هذا عطس يرحمك الله هدينا وهديك الله كل عام وانت بخير بخير وصحه وسلام يا استاذ نزار ما يسمعنا ترى احنا متنا من اليوء ولازم ندور حل ندق على راجو ودي ترى قاعد تعورني صدق انا اقول خلي احمد سوي تليفون حق راجو خليه يجي بسرعه هو اللي حط يلا 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 سوي تليفون راجو تعرفه انا انا رقم بيته ما اعرفه شو السالفه شو السالفه استاذ نزار بصراحه صراحة احنا متنا من اليوع ومن الصبح ناطرين راجو صار له 5 ساعات ماية ما ادري ليش يعانين والله راجو حسب ما سمعت انه عنده مشكلة ايه مشكلة؟ عنده ظروف زوجته مريضة وهو هم عنده مشكلة ان شاء الله ما راح يتأخر ان شاء الله راح يجي بالطريق اذا انا ايش علي بزوجته اقول لك يعان بيجي بيسوي لك اكل خلاص بيجي بيسوي لك اكل وراح تاكل ايه قالك راح يسوي لك اكل وخلاص ريال عنده ظروف جاي بالطريق ان شاء الله ان شاء الله استاذ نزار ان شاء الله قاد سليمان نعم استاذ نزار انا شوي حاسب تعب اليوم ايه بدخل داخل بريح ان شاء الله خلاص شوف دير بالك على الشباب ها وانتوا يا شباب ديروا بالكم على بعض ها ان شاء الله ان شاء الله بارك الله نحط بالنا على بعض انت روح ارتاح ولا توسع حريص بارك الله زين عزيزي عزيزي انا قائدهم وحشكم فيهم ما خلوهم يسووا شيء اقول يا قائدهم راجو جاي بالطيج ايش رايكم تسوون في دقه هذه بعد ما فيها شيء ضحك خشمه شباب ها ايش رايكم اذا يا راجو إيه؟ نلعب ويا لعبه ونضحك عليه يلا اوكي يلا اي موافقين تعالوا يلا تعالوا احمد تعال قول قول شفت الشارع هذاك وينه هذا الشارع شفته اي واحد فيهم هذا ماكو غيره شفته قهوه في وايد خطوط اي واحد فيهم
هذا هني ها اوكي عرفت روح اول ما تشوف سياره راجو هذه العجيبه زين على طول عطنا خبر زين هسه نسوي خطتنا يلا اوكي زين يلا زين يلا روح يلا روح روح يلا تعال اقول لك هناك تروح هناك يلا اوكي خلاص يلا يلا روح هسه بروحه ما يشوف انت شنو مودينا تعالوا خلينا نقول لكم الخطه اذا يا راجو انت تسوي زين شباب عليكم واحد وقت خش مرة ما ننتهي حفاظينك مرة تانية مرة تانية خل نسوي الخطة مرة ثانية إذا يا راجو أنت تسمي مو هناك ها انت وين رايح تقلت هناك هني تعال وي فيك صاير انا ما ادري وي فيك يلا يلا وي الحمد لله يا ربي هذا نفرات مو موجود الحمد لله خرعنا وايد شايكم خرعة زود بعد يلا اني اننا شايك خرعة ولا ما خرعة خلاص قالوا ايه خرعة خرعة مع بعض وبصوت واحد ترى هو ما يعرف احنا منو ما يدري يلا انت تدري احنا منو انا اعرف انت منو منو انت قائد سليمان صح هذا جعفر وهذا فهمي مالك انت عيسى وين هذا عبد العزيز وهذا احمد تعال عارف كل شيء راجو الحين الحمد لله على السلامه انت وينك 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 انت من الصبح انت وينك على متى من وينك سلام شباب ها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راجو، هذه سيارتك الفراري، من أي سكراب ماخذها؟ أنت سني قول هذا سيارة مالانا، أنا يجيب داخل وكالة أصلي. مبينة من الوكالة من أول ما وصلت تفللت. وش الله من كذا ما تهزه ما يخترق. هذا راس مالانا داخل كله في مخ نزيف مضبوط. شنو يعني في مخ؟ يا حرام يا حرام يا خايف. ما تخافش يا راجل ما تخافش. هيكم في هيكم في هيكم في. انا ما يرتاح، انا لازم كله شغل شغل، انا مثل سائق بيج بن. اقول انت يا ساعد بيج بن، يلا 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 احنا متنا من يوع نسوي لنا كباب ونسوي برياني عيش فول وفلافل علشان اكل. يلا عاد يلا يلا قوم قوم. شنو هذا كلام قاعد سليمان؟ قاعد سليمان هذا طبخات مو سهل. قاعد سليمان قاعد سليمان ولا واقف سليمان؟ لا 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 وجدي يمشي سليمان. يمشي سليمان. شنو هذا كلام؟ انا يقول لازم حق استاذ نزار. استاذ خوفتني انا خوف استاذ بثبوت ولا كرة قدم. شنو هذا كلام مكر؟ انا اقرا 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 اقرا. هذا من صج، هذا من صج، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. شنو شمح شمح يا لهوي؟ بس ما بس شنو صدقوني بار صدقوني. ايه هذا حد في بيض في بيض دلوقتي حيروح ويقول له استاذ هنعمل ايه؟ لا تهاب لا تهاب يا فهمي راجو استاذ نزار ما يفهم هلت راجو. اي والله صدق بس ضحكنا ضحك عليك طقينا بعد وضحك انت سويتي طقيتك وي اقول خلنا نخشش خلنا نخشور العصي يلا. شافني ولا ما شافني؟ ما ادري كيفك ايش يمكن انت ما شافك انا شافني. لا انا ضعيف. عذوب عذوب لا لا ما عليه ما عليه انا اعرف شو اسوي. اذوه ها انا ما اصدق اي احد بس انا اعرف شو اسوي. ما شاء الله ما شاء الله ايش هالملابس الحلوه ايش هالحفله التنكريه. الله ملابس العيد ايش رايك فيها حلوه؟ لا مو حلوه جنجل. هاي ملابس ملابس جنجل هذا. وانت لابس صوف ابيض ها؟ لا صوف اصلي بعد مال خرفان هذا خروف. امبه امبه والله خرعتنا صج والله والله. يقول لي ما والله مو تمثيل والله صج. اوه هذا شلون بعد؟ هذا كنا نفس البيت هذا اشوفه ها؟ كتي 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 هذا طلع فهمي فهمي انت كنت مؤدب انت ذكي دائما انا اقول لك ذكي ليش تسوي بنفسك شيء؟ ايش هالملابس صوف لابس صوف عاوز ليش يعني؟ ليش تايلندي مزارع تايلندي انت؟ ليش شي قاعد تسوي؟ معلش يا وسط. طيب كان في واحد واقف هنا وينه؟ هاي 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 كاول كاول. اوه هاي طلع جعفر جعفر. حرام عليك جعفر هو سوس انت دائما تجيب لنا روايات تجيب لنا قصص حلوه ليش تسوي بنفسك كذي؟ ليش كله من هوزي كله حط 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 قرون تيز تيز ما ادري ليش شي يعني. يا شباب دائما اقول انا لازم نلبس ملابس حلوه محتشمه مو مثل هذول اللي نشوفهم في السوق ملابس اي كلام شعرهم ما ادري صايرين شعرهم شيء مثل هذا. منو هذا سبايك سبايك نزار شعرهم شيء طالع شيء ما تدري والله شعر حقيقي ما تدري مال جنجل ما ادري ملابس محتشمه ملابس حلوه والله عليك هذا ملابس زنجي انت زنجي. يا اهلا وسهلا
يا الله يا الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء ما شاء الله. الحين هذول كلهم متنكرين ولابسين هالملابس، انت ايش حق لابس غتر وعقال وكاشخ كذي؟ انا لابس غتره وعقال علشان انا ابوي قال اني انا كويتي. بعدين هذا الزي زي الخليجي مو الاوروبي. اوروبي لا تزعل، افريقي. افريقي هذا صحيح ان انا ما اعرف لغات. هم تبي تقطني؟ هم تبي تقطني؟ صحيح اني ما اعرف لغات، بس بالاحساس ادري منو الظالم فيكم ومنو المظلوم. صار لكم 4 ايام، وين راجوه؟ وين راجوه؟ نبي يسوي لنا اكله، نبي يسوي لنا طبخه، متنا يوع. هذه اخرتها؟ يلا بشوف ايش تبي تسوي. لا استاذ نزار، احنا قاعدين نلعب معاه وقاعد نضحك. قاعدين تلعبون وياه وتضحكون عليه يعني؟ على شعره وعلى وجهه وعلى لونه تقولون نضحك وياه؟ لا هذه غشمره؟ لا احنا قاعد نغشمر ونلعب وياه، حتى هذول خشب مو صج، بس هو ما ايش في علينا؟ ما ادري ايش فيه، قاعد تطنزون عليه ما ادري ايش فيه، خرعتوه تقولون ما ادري ايش فيه؟ يعني لو واحد منكم كان بداله ترضون؟ قولوا ايه قولوا ايه قولوا ايه. الامام علي عليه السلام ما حد منهم راح يرضى. الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام يقول الناس صنفان، اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. ما يصير كذي تتصرفون مع الناس، كلنا اولاد ادم، كلنا اولاد حواء، ما في فرق عشان لونه وعشان شعره كذي تتصرفون وياه. لازم نكون مؤدبين مع كل الناس إلا المعتدي طبعاً. غصب طيب يخليني أمشي. خلاص أستاذ نزار، إحنا آسفين وحقك علينا ولا تزعل منا مرة ثانية. لا تزعل نحن يا أستاذ. خلا بوسه بس شوفت خدوده بس يا شباب. بوسو خلا بوسه. ليش انا اسف؟ انتوا غلطتوا على راجو، تروحون تعتذرون من راجو. تروحون تعتذرون من راجو. انا ما غلطت وياي. بس استاذ نزار كل مره احنا نطنز على راجو نلعب وياه عادي. لا مو عادي، مو عادي. ريال زعلان وياي مشتكي، تروحون تعتذرون منه. انتوا غلطتوا وياه. ان شاء الله استاذ، ان شاء الله. يلا كلكم لازم يعني لازم لازم طبعا. كلام الاستاذ ترتكبون غلط وبعدين ما تبون تعتذرون؟ لا كلامه صح طبعا. كلامه صح خلاص. عيب كلام استاذ نزار صح. راجو انا اسف، راح اعطيك باكر دينار اشتري فيه سمبوسه وشباتي حق نفسك زين، واجيب لك واحد يساعدك اسمه هملر، هذا حقك هديه بعد. راجو انا اسف يا راجو، معلش يا حبيب معلش. طابور خباز يلا السبوحة يا راجو خشمك. هذا نظافتك. يلا وراك دور. يلا عزم الله اجرك راجو، بقيه في حياتك. انا اسف ما يبي هوزه. شوف عيسى طيب هذا. تعال لحظه، انت رحت مثل ما رحت مثل ما رديت. ما قلت شلون سلمت عليه برا، شو اعتذرت منه؟ ما ادري. سلامك ظاهر وايرلس. صح دز له مسج بلوتوث. انا اسف راجو، بس انا مره بعد ما راح اعيدها بعد، خلاص بعد ما راح اعيدها. هذه اخر مره، بعد ما راح اعيدها. انا اسف حقك علي. أنا آسف يا أبو أميتاب وأشواريا. لا تظلم المظلوم، اعطف على المحروم، اسمعني يا الشاطر. لا تظلم المظلوم، لا تظلم المظلوم، اعطف على المحروم،
اسمعني يا الشاطر لا تظلم المظلوم. لا 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 تسخر ولا تجرح وتغتاب الناس، الله يحاسب البشر ويدري بالإحساس. اسمع عدل اصغي عدل لا تتبع الجرس، واللي يمارس هالفعل في هذا وسواس. اسمعني يا الحباب لا تسمع اللي يختاب، ولا تصاحب اللي ينعاب رافق ذوي الألباب. اسمعني يا الحباب لا تسمع اللي يختاب، ولا تصاحب اللي ينعاب رافق ذوي الألباب. لا 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 ما نظلم المظلوم ونعطف على المحروم، ما نسمع اللي يغتاب ولا صاحب اللي ينعاب. عفية عليكم هالعهد يعكس أدبكم، واقروا أحاديث النبي يكثر علمكم. الرحمة والجنة ترى هذا أملكم، يوم القيامة بالحشر ما يفيد سفكم. لا تهجر القرآن الياسين والرحمن، كل البشر والجان في رحمة المنان. لا تهجر القرآن الياسين والرحمن، كل البشر والجان في رحمة المنان. لا 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 انت الامل يا استاذ، فكرك بصر اخاب نصحك شرف وانقاذ، انت الطبيب الحاب. لا 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 يلا تعالوا جددوا كل المعاني، فكر وادب واخلاق وسر البيان. اقرأ مفاتيح الجنان واخذ الأماني، تكسب أجر فوق بعد فرحة وتهاني. رب العلا مدك سبحان من سواك، وهو الذي علاك إن طعته يهواك. رب العلا مدك سبحان من سواك، وهو الذي علاك إن طعته يهواك. لا 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 هذا فضل ما ننكره، وراجو بعد ما نزدره، مظلوم لازم ننصره والله بعد ما نقهره. هذا فضل ما ننكره، وراجو بعد ما نزدره، مظلوم لازم ننصره والله بعد ما نقهره. ما عليه الأستاذ نزار طلع مهين، بس أنا بعد مهين. تدون ليش؟ لأنهم ما يشوفوني بس أنا أشوفه. اي والله كلنا اكل سنه ساعه. اي والله بس صراحه راجو خوش اكل سوالنا كلنا عدل حقيقي يا اخوان، ده فنان والله اكل ممتازه. اي والله ذكرني بطباخ خدتي الله يرحمه. شباب الفاتحه لو راح المؤمنين ان شاء الله. بس يا اخوان حقيقي ها ده فنان. اي والله فنان. فهمي طريقة كلامك انت ذكرني داخل مدرس مال مدرسة. مدرس مال اجتماعيات ما يخلي يسكر اسمه. مين هو؟ استاذ علاء. لا 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 منو؟ استاذ عرابي. لا لا استاذ عزت. كله نفس الكلام مال انت من اول هسه لما اخر هسه، كله يقول
وفنونه فنونه 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 شنو يقول فنونه ذكرتنا فيه والله اي والله استاذ عزت كل ما جاوبنا صح قال ما شاء الله عليكم فنانين اي والله لا 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 بقى لا بقى اسمع تنش يلا قول لما بيحصب ها بشد بشعره ويقول انتوا حتجيبوني المنخونيه انا بدي اعرف ايه هي المنخونيه اخت الملوخيه ولا ايه انت مخيال حلوه منك فهمي والله حلوه شنو هذا؟ حسيت هو حار؟ اي والله ما حسيت هو حار مر علي. بلا حتى انا. تهيأ لي خاف من بطنك؟ ما ادري شوف. اكيد؟ لا شوف ما ادري. قول يا القائد. قول حق احمد خليه يقلد الصوت. هو هو. يمكن. ما فيها شيء. يعني انا شايفها عادية وايد. شوي شوي. احمد. شوي. ايش رايك تقوم تقلد لنا الاستاذ عزت مال الاجتماعيات؟ ما حد يضبطه الا انت وتضحكنا وبعدين استاذ نزار ما راح يعصب لان انت قاعد تقلده مالي اي 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 كلام خوي عدل قال سليمان قوم ما حد يضبطه غيرك يلا يا حماده ما تدلعش بقى يا اخوي انت ما راح تطنش عليه انت راح تقلده استاذ نزار ما راح يعصب سليمان ويلا بابا قوم خلي شوي بتشاي يزعق شوي قوم خلي بتشاي يزعق يا مالك ما يخوض يلا يا حماد انا بعد كبدي يا بعد كبدي يلا يا بعد يلا تسوون يلا يا بسكوت يلا اي بطني الله يخليك الله يخليك يلا احمد يلا الله يخليك يا حبيبي الله يخليك يا شباب دلتقوه والله خوش قنفة دلتقوه يكرس اشتغل دلتقوه يا شباب يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي ترى اللي تحت يروح جلي يعني عرفت انا يبي شوية وضعي حيموت يلا 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 لحظة لا ينبطع حذري يلا يلا قوم 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 انا على شر على شر بس اقلده بس تبوسون يا تبوسون كله ملح البحر الميت كله عليه يلا بس هذا زين بروتا قوم تعبت انت تعبت ها انت بس تعال انا راح اضبط يلا 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 شفت الخزانه اللي هناك اوه شنو تاخذ شنو هذا صح من فوق بيتنا فوق في حياية عادي حق الاكل يلا وزبال خل اخر رحب هنعمل ايه يلا قاعد يضحك سليمان احمد قاعد يركض زين يلا سووا نفسكم نفس فصل دراسي فصل دراسي كذي عشان تصير مدرسه صجيه شفت الكرسي الاخضر هذا الفاضي اللي ما عليه احد سووا كذي نفسه نفسه وقفوا زين يلا ان شاء الله يلا شباب سووا صفه يلا يلا سووا صفه انا ابغى عمانو عمان كذي بابا مو كذي هذا انت مو سوي سلام تعال كذي بابا كذي كذي ان شاء الله انت تقول صفه الصفه هاي صفه شنو ايش رايكم اي تونس كنا عشان تصير كنا مدرسة صجية سبورة واجد سبورة حلوة جميلة قوي والله يلا خلينا نشوف أحمد خلص ما خلص طول ها أحمد يلا ناطرين إحنا جراس المدرسة يلا مش العب استاذ عزت بس معين هو والله لسه نسخه منه هذا نفسه مال هو استاذ عزت كبيره بطنه اي كنا هو نسخه زيك استاذ عزت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جلوس 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 هدرسكم النهارده هدرسكم النهارده مدرس ما يعرف شو يدرس هدرسكم النهارده عن الحضاره الاسلاميه اللي امتدت من المغرب لحد حدود الصين يا استاذ عزت اتفضل يا زوزو تفضلوا من الصين من جبه جابوا السجاجين عندنا مكتوب عليهم ميد ان ميد ان قالوها ميد ان لا قهوة صين ايه ده يخرب بيوتكم انتوا حتجيبون المنخولة يخرب بيوتكم اسمع يا زيزو والله لو ما تعتدلش هقول لولي امرك وهفصلك من المدرسة استاذ
شلون تفصله من المدرسه؟ انت صار لك سنه واحده بالمدرسه وهو ساقط صار 14 سنه، شلون انت تفصله؟ وانت يا سليمان، وانت يا سليمان ما انت كنت كويس، اهلي قرا لك والله والله لو ما تعتدلش لكون مكسرك ومغير اسمك من سليمان لسوسو. سوسو كل البلاوي من تحت راسك وانت قاعد المفروض تكون عدوه. عدوه ولا صيدليه؟ سوسة مدينة جميلة تقع على البحر المتوسط ولا تاريخ عميق مشرف وتم احتلالها من قبل الجيش الفرنسي. ما شاء الله عليك يا عيسى، ما شاء الله عليك فنان يا عيسى، فنان فنان فنان. هذا انت اسمع ده من عندك كل المعلومات ديت، ليه درجاتك زي الزفت؟ مسانت اسئلتك عاها. طيب تسالنا من قال البحر المتوسط من امامكم والجيوش من وراكم؟ ايش هالاسئله؟ قوم اخرج برا، قوم اخرج برا وما تقليش الا بولي امرك محمد القزاف. قوم عادي عادي. اقول شباب اليوم غداكم عندي. ها مشكور مشكور. هو غداك وين النهارده؟ بس فول. سمك سمك فول. بس فول غداهم بس. سمك ما فيش غير الفول يعني. يعني فول وعيش ودياي اخرج برا اخرج برا. زين زين. والعومه والناصر والكرم والعومه. هذا 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 صح صح لسانك يا ابو سعيد ولا صح لسانك بدلك. ايه ابو سعيد والعومه وصح لسانك. هذا انتوا عاملين في ايه يا ولد وليا؟ دواني سران سكوت ومش عاوز ولا كلمه. ان شاء الله ان شاء الله. ننام. هنبتدي الحصه النهارده، هنبتدي النهارده والله مش عارف ادرسكم ايه ولا ايه. عصب علينا هذا. ايوه ادرسكم. سوقة يا الله. ايه ده؟ مين اللي ضربني فيكم؟ مين اللي ضربني فيكم؟ يخرب بيوتكم. مين اللي ضربني؟ مين اللي ضربني؟ قولولي بس مين اللي ضربني؟ مين؟ حتى بخصوصي مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكو. أنا بقالي أكتر من 20 سنة وأنا بدرس، أول مرة أشوف طلبة بالشكل ده. مشكور يا بيوتكم. مشكور يا أستاذ عزت، هذه شهادة حلوة في حق رحمك يا ربي. رحمك رحمك يا ربي رحمك. اللهم اني لا اسالك رد القضاء لكن اسالك اللطف فيه يا ارحم الراحمين. ها حصان ما ادري استاذ دين ولا استاذ لغه عربيه. استاذ عيران حافظ الحديث اللي يقول لا يرد القضاء الى الدعاء. ما هو ده ما واعش بس هو واعي وخلاص. ما هو قدامي. استغفر الله العظيم. أيوة. من كل ذنب عظيم. يا سلام يا سلام، قال يعني التزام قطع بعضه. انا عارفكم واحد واحد منكم. لا يا استاذ عزت انت ما يعرف ولا واحد من هذا شباب. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا شباب كله واجد حلاوه واجد واجد زين. انت نفسك ما يعرف شنو يبي. حسبنا الله. هذا علينا ايش في علينا؟ اسمع اسمع هذا استاذ عزت يبي له وزاره سهب كبرها يلا يعالجه. اي وزاره صح يبي له منظمه عالميه يلا يشيلها. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس ضحكني انا عملت ايه؟ حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يوم مدلة بردانين؟ ما شنو صار؟ حر هني. خلينا نشوف. انتوا كشافة ولازم تنضبطون. لما انا اوجه كلامي او سؤالي هذا معناته اني انا اوجه كلامي للقائد سليمان. استاذ نزار من صباح الله خير قاعدين هني نشتغل ونكرف وننظف وهذا سليمان. القائد سليمان طول ما انتم في الكشافه تخاطبون قائدكم بالقائد سليمان. اي انا اسف استاذ نزار.
احنا قاعدين نشتغل والقائد سليمان ما سوى شيء حتى ما نظف. احنا كلنا ننظف ونرتب ومن صبح قاعدين نشتغل، هو حتى قوطي كبريت بعد ما شال. تقول يا ابو ايش فيهم هذيله؟ ايش صار لهم؟ ايش احمد ايش فيك؟ استاذ نزار ايش فيك؟ لا انا حسيت اني صرت استاذ نزار. احمد لا حسيت اني صرت احمد. زين الحين شلون صدق؟ صدق منو فيكم؟ صدق منو؟ ها؟ منو صدق؟ ما ادري ايش منو ولا مين؟ انا عبدي. وين؟ اي ناس الصفاره طلع هو عيا طلع هو هو كله اكل مال راجوه هذا سمبوسه. ما شاء الله ما شاء الله مسوينها حفلة تنكرية. لا استاذ نزار احنا قاعدين نلعب ونضحك. باللهجة المصرية ها؟ تلعبون باللهجة المصرية؟ لا استاذ نزار احنا قلنا حق احمد ما نطنز على استاذ السماعيات هالاستاذ عزت، قلنا قلده وكان نضحك وياه. يعني غيبة ونميمة. غيبة ونميمة؟ اي نعم. قاعدين تطنزون على مدرسكم؟ هذه غيبة. ما سمعتوا الآية الكريمة اللي تقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ بلى استاذ. هالآية تشير أن الغيبة تحبط عمل الإنسان وتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تستغبون مدرسكم؟ بس يعني انا كل ما يجيني لازم تسوي شيء تخاف علي؟ ما يصير كذي ما يصير. استاذ انا ما كنت اقصد اني استغيب الاستاذ، يعني ما كنت اقصد اني استغيبه. احنا استاذ احنا كنا في وقت فراغ فقلنا شويه نضحك ونستانس صح يعني بس. وقت الفراغ. وقت الفراغ. استغل وقت فراغك عشان تقعد تدرس، عشان تراجع دروسك. انت يا عيسى انت شاطر في التاريخ، كل شويه والله سوسه وموسى وما ادري تونس. في تونس سوسه ايه، لكن ضعيف الرياضيات. اقعد راجع. وانت ضعيف اللغه العربيه، ليش ما تراجع مادتك؟ ها ضعيف اللغه العربيه وما يراجع. نسيتوا قول الشاعر اللي يقول قف للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. رسولا. اي نعم رسول. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء. العلماء شنو؟ ورثة الأنبياء. أستاذ نزار معنات كلامك هذا أستاذ ممكن يصير عالم؟ يلا اسمع بعد ها كلامك. أنا كلامك طلع. كل هاللحيه كل هالشنب صار كلامك. بعدين اسمه استاذ نزار. اقول اراجع دروس العربيه ها. اي اسمه استاذ نزار مو نزاره كلامك. نزاره؟ استاذ نزار. صح على وزن المزرعه صح. اي نعم الاستاذ ممكن يكون عالم. احنا دخلنا المدرسه ما نعرف شيء. من اللي علمنا؟ المدرس. صح ولا لا؟ صح. الشخص اللي عنده معلومات غزيره يعتبر عالم، ما فيها شيء. شو نسوي الحين؟ خلاص استاذ انا خلاص انا اسف وحقك علي وبعد ثاني مره بعد ما راح اعيدها بعد خلاص بعد ما راح اعيدها هذه اخر مره. ما نكتب مره ما راح اعيدها خلاص. انا ابيكم ما تختابون، هذا يعتبر غيبه. ايش المفروض الانسان ما يختاب مدرس؟ هذا مدرسنا يا جماعه، مدرسكم مثل ابوكم. المدرس مثل ابونا ها. وانتم يا بنات ترى المدرسه مثل اختكم الكبيره مثل امهاتكم. ما يصير واحد يقعد يغتاب المدرس والمدرسه ها. ان شاء الله ما تعودون لهالحركات ها. هذه كلها غيبه. ان شاء الله بعد ما راح نعيدها ان شاء الله خلاص. ان شاء الله ما نغتاب ان شاء الله مره ثانيه مره مره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لاي 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 لاي
تغتابي ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. لا لا تغتابي ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. لا تذكر أخطاء الغير واذكر أصحابك بالخير، لا تذكر أخطاء الغير واذكر أصحابك بالخير. لا لا تغتابي ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. حاضر يا أستاذ نسار ما يتكرر اللي صار، حاضر يا أستاذ نسار ما يتكرر اللي صار. أسأل هل أنت ترضى بأسنانك تاكل لحم الميت من إخوانك؟ أسأل هل أنت ترضى بأسنانك تاكل لحم الميت من إخوانك؟ شفت شلون الذنب يصير ذنبك من تغتاب كبير، شفت شلون الذنب يصير ذنبك من تغتاب كبير. لا لا تغتاب ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. لا لا تغتاب ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. حاضر يا أستاذ نزار ما يتكرر اللي صار، حاضر يا أستاذ نزار ما يتكرر اللي صار. صح ما ترضى أي واحد يغتابك، نفس إحساسك هذا إحساس أصحابك. صح ما ترضى أي واحد يغتابك، نفس إحساسك هذا إحساس أصحابك. خل عندك هذا المقياس اللي تحبه حب للناس، خل عندك هذا المقياس اللي تحبه حب للناس. لا تغتاب ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. لا لا تغتاب ولا تسمع غيبة، خلك من أهل الحب أهل الطيبة. طيبة حاضر يا أستاذ نزار ما يتكرر اللي صار، حاضر يا أستاذ نزار ما يتكرر اللي صار. أنا ما راح يأس أبد لما أخلي الأستاذ نزار وشباب الكشافة وأنتم كلكم بعد أخليكم تدشون جهنم، لأني مو بس أنا راح أدشها، كلكم راح تدشونها معاي. تنقد التيتي في بيت يديتي، تنقد التيتي في بيت يديتي، تنقد التيتي في بيت. الله منو طيحني؟ ها منو طيحني؟ وينه؟ منو هذا؟ منو الشيطان؟ وينه؟ ماكو شيطان. وين؟ وينه؟ ما اسمع، قولوا لي.
وين هني؟ ماكو شيء. وين هني؟ ماكو شيء. وين اللي ورا؟ ما اسمع. وين هني؟ ماكو شيء. ما في شيء. وين؟ ها وين هني؟ ماكو شيء. ماكو. ها ما في. انا بروحي هني. انا بروحي. انا بروحي. ماكو احد. ما اشوف شيء. انا ما اشوف شيء. لا 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 انا ما اشوف شيء. انا بروحي هني. انا بروحي. شنو هذا؟ هذا ابوك. ايه هذا ابوك. مو شايف ابوك من قبل؟ لا بس الحين شفت. وفي فلوس بعد. اوه هذا ابوك استاذ نزار. ويعني ابوك استاذ نزار؟ ايه في فلوس؟ ها؟ اوه والله استاذ نزار غني. عنده ربع دينار. ايه بس ربع دينار يسوي شغل. ها؟ تروح البقالة. ايه تشتري حلاو كاكاو علج. ايه؟ ايه؟ بيبسي. صح اللي يتمنى قلبه تشتري. صح اخذ الفلوس واخذ الفلوس اللي فيه. ايه؟ ما حد يدري عنه. ما حد يدري. ايه؟ ما حد يدري عنه. اخذه ما حد يدري عنه. حقك. ايه اخذه. اخذ البوك. ما حد يدري. وقط البوك. لا 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 بس هذا مو بوكي. هذا بوكي استاذ نزار. ويعني ما يصير انا اخذه. يعني اخذه وما حد يدري عني. خلاص انا اخذ البوك وما حد يدري عني. اخذ البوك. لا 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 استغفر الله ربي واتوب اليك. استغفر الله ربي واتوب اليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من حميد الرجيم. بس يلا 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 شباب مبارك. انا حاول الكاكاو بتاع الرحله خلصت ما شاء الله. 10 ايام 10 ايام. البس 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 يلا ما شاء الله 10 ايام. راجو سخنت الباص سخنت الباص. يلا يلا شباب جبتوا شنطكم. ايه يلا ايه يلا 10 ايام صراحه. ايه صج ايام الايام الحلوه تنقضي بسرعه. اي والله اي والله الحمد لله استانس وايد استفدنا وايد الحمد لله استاذ نزار. الحمد لله ما قصرت. بارك الله بيك بارك الله بيك. ها يلا عشان نركب نركب ال شنو في استاذ نزار؟ نركب السياره. قاعد يعدنا استاذ نزار. ايش فيه؟ وين احمد؟ السياره. احمد وين داخل؟ احمد شوف 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 احمد. ها احمد احمد ها ايش فيك حبيبي؟ ليش واقف هنا؟ استاذ نعم. ترى ترى ما كان في بوك طايحني وانا خذيته وحطيته بمخباتي. ايه بعد مو تقولون بعد كان في بوك طايح وانا خذيته ما خذيته. هذا فضح نفسه. انا ما ادري احمد. ما كذب حبيبي. احمد انا ما كذب. هذا بالنص مكتوب كذي بالنص. احمد احمد بالنص مكتوب. ما علي ما علي انا كلمه انا كلمه. احمد احمد ممكن الانسان يغلط بس عيب اذا يستمر في خطاه. صح 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 صح. الانسان يرتكب معصيه بس غلط اذا ما استفاد من هالمعصيه وكررها. صح هني الغلط. صح تبي تقول شيء؟ الصراحه استاذ انا بقول لك شيء صراحه. استاذ الصراحة انا لما دشيت شفت بوكك كان طايحني وخذيته وحطيته مخباتي وهذا بوكك كاهو. عاد انا اقول لكم شيء. شنو؟ تدرون انا عمدا كنت قاصد البوكه هني. صج 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 انا عمدا قطيت البوكه هني. ليش؟ عشان اختبركم. تختبرنا استاذ؟ ايه ابي اشوف مين فيكم الامين. وطلعتوا كلكم ما شاء الله ناجحين. الحمد لله الحمد لله زين. يعني كلنا ناجحين صح؟ ايه زين. وكم تقديرنا كل واحد؟ ممتاز كل واحد ممتاز. ايه
الحمد لله. بس بس انا ابي اسال احمد استاذ، قول انت الحين اخذت البوك وعطيتني، بس لما اخذته شلون قدرت تسيطر على نفسك؟ أنا سويت. انا اقول لك استاذ الصراحه، انا اول ما دشيت وشفت البوك كان طايح، خذيت البوك زين وبطلت البوك وشفتك انك انت غني عندك ربع دينار، فقلت انا خل اخذهم حقي زين. فحسيت استاذ، حسيت ان في شيء كان قاعد يوسوس فيني، يوسوس فيني يقول لي اخذ هذا البوك، اخذ هذا البوك. شيطان. اي بس انا صراحه من تعوذت من ابليس زين، جتني الجرعه وقلت لازم ارد الحق حق اصحابي. علشان كذي انا اخذت البوك واعطيتك اياه. صح صح استاذ نزار صح، اذا كذي على كلام احمد وهالمناسبه الحلوه ان احنا خلصنا الرحله وتقديراتنا كلها ممتازين. إيه؟ شباب انا بقول لكم شيء، انا صدق قائدكم بس انا احبكم صديقكم ومثل اخوكم، فانا اسف اذا هاوشكم وعصبت عليكم وحللوني واحد واحد زين. وانت انا بعد قائد سليمان استاذ نزار احمد راجو انا شباب انا اسف سامحوني انا اسف حتى انا كمان يا جماعه سامحينك سامحوني جننتكم بافكاري ولا سامحوني جننناك سامحنا راجو جننناكم مسموح مسموح وانا بعد اعتذر من القائد سليمان زين والقائد سليمان واستاذ نزار واعتذر منكم كلكم وخاصه راجو لان انا وايد اذيتكم صراحه سامحوني انا ما اقول لكم سامحوني سامحوني لاني انا لاني انا والله احبكم انا كنت اصرخ عليكم احيانا كنت اعصب عليكم كنت اعلي صوتكم علي بس والله احبكم ابي مصلحتكم صدقوني لو يوم من الايام صرخت عليكم لو مثلا عليت صوتي ترى والله احبكم ابي مصلحتكم يعني هم سامحوني ها مسموح استاذ بس ابي اقول لك شيء صراحه احمد قال انه تعود من ابليس وكذا قلت له وسوسه بصراحه انا بعض المرات كان يصير فيني نفس احمد بالضبط بعض المرات يجي لي واحد كذي في قلبي يقول لي سو كذي مو زين روح حاوشهم روح طقهم روح سو مو زين انتوا نفس الطريقه ولا لا حتى انت سنزار حتى انا انا في مره من المرات حسيت اني انا اصلا صرت احمد صح ما ادري هذا ابليس هذا ابليس يا جماعه انا اقول لكم عشان دائما ابليس يبتعد عنا ويولي ايه شنو نسوي مثل ما سوى احمد شنو ايه نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نلعن ابليس ايه انزين نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ابليس يبتعد عنا دائما ان شاء الله زين استاذ نزار ليش ما نقول الحين احنا زين مع الاطفال الحلوين وحتى الكبار نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبصوت عالي ووايد لما يوقف ابليس عنا والشيطان يلا واحد اثنين ثلاثه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 هذا بخور العيد مبكر الجمهور ما شاء الله واجد مو زياد ما شاء الله انا حاسب براحه صراحه انت احسن استاذ زياد انا مرتاح والله انت احسن ولا لا الحمد لله لا مو انا بصوت عالي ارتحت
ارتاحوا مثل الاستاذ نزار. جميل بس بقول لكم شيء، بقول لكم شيء كلش مهم. صحيح ان ابليس الحين ولى وراح، بس ترى هو موجود الحين. احنا خلصنا الكشافه 10 ايام كنا هني، والحين نركب الباص نرد البيت، وانتم يا اطفال رايحين بيوتكم، ترى ابليس موجود، ممكن في اي لحظه ابليس يكون ويدخل عندكم ويوسوس. سووا كذي، سووا كذي، سووا كذي، لا تصلون للحين في وقت، لا تصلون، سووا كذي. لا لا، نسيطر عليه، ما نخلي ابليس يسيطر علينا. دائما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دائما نقرا آية الكرسي، نقرا قل اعوذ برب الفلق، نقرا قل اعوذ برب الناس ان شاء الله استاذ، ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد. الله صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. أول اسم فوق السما تردد، لاحب أفق أحلى اسم أحمد، حب النبي وآلة ولا نبعد، مهما النجوم اللامعة وتنعد. 14 معصوم، 14 معصوم، وسط القلب مختوم، بوسط القلب مختوم، بوسط القلب مختوم. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. نتبع تعاليم النبي ونفخر، أحلى دروس الموعظة نختار، لابد نوالي ونلتزم أكثر حتى نشوف المهدي ميظهر. هم سفينة نوح، هم سفينة نوح، جدد ولا أكروح، جدد ولا أكروح، جدد ولا أكروح. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. احنا بأثر آل النبي نبقى، قبل الولاية نكتفي نشبقى، وبالخير من ينهالنا نسبقى، يا استاذنا تستاهل الصفقة. يا محلى هالساعات، يا محلى هالساعات، بالروحة والييات، بالروحة والييات، بالروحة والييات. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. نصلي صلاة الواجبة ونهتم، بأمنا وأبونا وبالأهل نلتم، بقطر المحبة نلتقي ونشتم، ونوقف عدل ونساعد المغتم، ونجدد الأخلاق، ونجدد الأخلاق، بالهمة والإشراق، بالهمة والإشراق، بالهمة والإشراق. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. حنبقى على درب الهدى النازل، واللي يساعد معدنا فاضل، خير الجهاد المخلص البازل، شر الصحاب ينكر وخازل. نصلي على المختار، نصلي على المختار وآله الأطهار، وآله الأطهار. فهمت حاجة يا حبيبي؟ صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد. لا تسمع الشيطان يا بابا، ملؤون ولا ما يتحاكى، ندمانة شكركن آغا، صدقوني صدقوني بابا. صلوات بر محمد، صلوات بر محمد وآل بيت أحمد، وآل بيت أحمد، وآل بيت أحمد. صلوا على محمد، صلوا على محمد وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد، وعلى آل أحمد.
حنا الشهامة وبالأصل ندري روح الوفا بعروقنا يسري حب النبي بقلوبنا يجري هيها نترك عترته ونجري صلوا على محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد صلوا على محمد صلوا على محمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد وعلى آل أحمد يعطيكم العافية جمهورنا الكريم وكل عام أنتم بخير وعيدكم مبارك وإن شاء الله وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد إن شاء الله وطبعاً خنكتنا بس دخان مشكورين على هذا الحضور وعلى هذا التفاعل وطبعاً إذا كنتم مستانسين من هذا العمل فأحب أسمع تحية كبيرة وكبيرة منكم إن شاء الله طبعا سبب نجاح العمل طبعا الفنانين الكبار والعظماء اللي كانوا موجودين على خشبه المسرح راح اقدمهم ان شاء الله بالاسم ان شاء الله نبتدي طبعا بعصافيرنا الحلوين عصافير المسرحيه الحلوين الفنان علي احمد قنبر والفنان ناصر الشماع حيوهم حيوهم سهلون حيوهم وطبعا الوجه الجديد في المركز الإسلامي للإنتاج الفني والمسرحي الفنان محمد فاضل حيوه طبعاً والفنان المبدع صاحب الطينة الخفيفة الفنان محمد حسن حيوه وطبعاً الفنان المبدع الفنان محمد جمعة حيوه وطبعاً الفنان اللي أنا جداً أستمتع معه صراحةً على خشبة المسرح الفنان الحلو الفنان عبد الهادي الجزاف حيوه وطبعاً صديق الطفولة واللي تربينا سوا مع بعض وكبرنا مع بعض الفنان عمران البصري حيوه وطبعاً شيطان هالمسرحية شيطان هالمسرحية الفنان حميد الحوالي حيوه وطبعاً أقدم لكم الفنان الكبير وعملاق الفن الإسلامي
الفنان الكبير والمبدع الفنان محمد شاكر شراغ. حيو طبعا الفنان والمبدع وصاحب الحنجرة الذهبية الفنان والرادود الحسيني نزار القطري. حيو طبعا الفنان والكاتب كاتب هذا النص كاتب النص المسرحي الفنان والكاتب سيد محمد عوض. حيو وطبعا ما ننسى الفنانين خلف الكنترول مكسر إضاءة الفنان محمد علي الصالح ومكسر صوتيات الفنان محمد أشكناني نوجه لهم تحية كبيرة. وطبعا ما ننسى إدارة المركز الإسلامي للإنتاج الفني والمسرحي على رأسهم الأستاذ محمد الجزاف ومدير رقابة عبد الله أشكناني وعلاقات عامة طارق الحبيب نوجه لهم تحية كبيرة أيضا. وطبعا ما ننسى طاقم التنظيم واللي كانوا ينظمون لنا القاعة من دخول وخروج الناس نوجه لهم أيضا هم تحية كبيرة أيضا. وبالنهاية خادمكم الصغير عبد العزيز شريف. شكرا لك مخرجنا الكريم المخرج هذه المسرحية عبد العزيز شريف وأيضا مصمم ومنفذ هذا الديكور شكرا لك. فيكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم من الكويت نسمع عرفناكم في كل أسبوع أكون معاكم في حلقة جديدة وفي مكان جديد هالمرة راح أكون معاكم في مسرح إسلامي مع مسرحية أطفال جميلة حلوة يعني وايد حلوة صراحة أنا حضرت برافات كانت وايد حلوة هي اسمها أستاذ نزار مع شباب كشافة طبعا راح أسوي تغطية شاملة عن المسرحية هذا راح نشوف ممثلين ونسولف وياهم ونشوف ندردش معاهم ونشوف الديكور وأشياء جميلة جدا حياكم الله ترى اليوم خوش حلقة مع مسرح الإسلامي يعطيكم العافية سلام عليكم. تعرف نفسك؟ بسم الله الرحمن الرحيم محمد أشكناني مهندس صوتيات حق مسرحية أستاذ نزار بالكشافة.
ماسك المؤثرات الصوتية طبعا. المشاهد تتكون خمس مشاهد فيها إثارة وفيها رعب وفيها كوميديا، فالمؤثرات أدمجها مع المشاهد اللي تتطلب مثلا في مواقف حق الكوميديا، في مؤثرات خاصة حق الكوميديا، ومثلا في عندنا مشهد اللي هو في شخصية الشيطان هي خفية بالنسبة حق الممثلين، بس يعبر وبنفس الوقت أدمجه مع المؤثرات اللي موجودة عندي عشان يبين هو شخصية شيطان. عارفين في مسرح الإسلام متخصصين أكثر شيء في مجال المسرحيات الدينية أو التاريخية يعني، بس شايفين إحنا في مجال مسرحية المسرحية هذه فيها وايد شغل. أنا حضرت البرافات، فيها وايد شغل، في وايد مؤثرات، فيها وايد يعني شغل صعب مو شغل سهل. طبعا إحنا ما نستغنى عن المجال الديني في جميع مسرحياتنا، حتى مسرحية الأطفال لازم دخل فيها روايات عن أهل البيت عليهم السلام عشان بين حق الأطفال أن لو مهما نروح أو نرد لازم نجيب مواعظ وعبر من أهل البيت عليهم السلام. فحتى مسرحية أطفال فيها كوميديا أي نعم، بس نجيب أهداف معينة نبين حق الطفل أن الواجبات اللي علينا والرسميات والأمور اللي تتطلب منها من ناحية روايات عن روايات أهل البيت. لو ركز شوي بالصوت أكثر، في أغلب المسرحيات الحين قاعد تنزل للأطفال هي كلها بلاي باك، معناته أنه مسجل بالستديو الصوت كله جاهز، مجرد أن الممثل يصعد فوق المسرح يسوي يقدم الأداء. ما توقع أن الشغل هذا راح يكون أسهل أكثر حق مهندس صوت أحسن ما يمسك فضلا 9 مايكات أو 10 مايكات؟ هو طبيعي يكون أسهل وأريح للمهندس الصوت، بس كتوصيل رسالة للطفل المباشر أفضل من بلاي باك، لأنه ما راح يتعايش بالبلاي باك، يحس إنه ما توصل له رسالة بسرعة، إلا إذا كانت شغلة مباشرة ومفاجأة خلينا تكون يعني طالعة من الممثل، يبين إن خروج المؤثر أو خروج النطق الكلمة من الممثل أفضل ما يكون بلاي باك. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم مع مهندس الديكور، ما راح اعرف نفسه، خليه اول نفسه، يعطيك العافيه. الله يعافيك، معكم عبد العزيز الشريف. على محضرك تكلمنا عن الديكور، ما شاء الله ديكور عظيم وكبير جدا، ما توقعنا في مسرح الاسلام يوم من الايام راح نشوف الديكور هذا. اول شيء تكلمنا عن الديكور. طبعا الديكور هو يعتمد اعتماد كلي على مثل ما قلت انا سابقا ان قراءه النص وفكره المسرحيه وشنو تتحدث عن المسرحيه والجو المسرحيه شنو يعني، فانت تسوي تصميم على فكره المسرحيه وجو المسرحيه يعني عشان توصل رساله اكثر للجمهور يعني. شنو سر الحياه اللي فوق؟ قبل شيء انا وش كان قاعد نسولف يعني نشوف سر الحياه اللي فوق هذه، شنو تقريبا عديتهم خمس حياه؟ لا في سته بعد. طبعا احنا يعني دعمنا لان هي غابه، فالغابه تتكون يعني من مثلا حيوانات وانتم بكرامه يعني، مثلا في الحياه مثلا في دوب في غزال في الامور هذه يعني، فأنا فكرت إنه شوية لأن أبدعم المسرحية في طاقم شوية في رعب يعني شوية في من الرعب إيه، فعشان شيء دعمنا بالأحياء هذه الموجودة. خلنا ورا الشيخ أقول شيء مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الكرام طبعًا غير إنه هو ديكور هم بعد مخرج، ترى مخرج المسرحية لأول مرة تخرج، لأول مرة تخرج مسرحية أطفال، وطبعًا مسرحية أطفال فعلًا إحنا مش شغلة سهلة، شيء صعب. عطنا الفكرة أو شلون إنك قدمت الاقتراح أو شلون قدرت إنك تمسك المسرحية هذه كإخراج؟ طبعا احنا انا بالبدايه كنت امسك المسرحيات الاسلاميه الاشراف عام المسرحيه كلها، كنت امسك المسرحيات السابقه يعني المسرحيات الضخمه، فكنت مسافر بالمانيا وكذي وهذا، فمجلس الاداره اقترحوا علي اقتراح وانا بالمانيا، قالوا لي نبيك تخرج لنا مسرحيات اطفال حق العيد ان شاء الله وكذي وهذا، وانا عندي استعداد كامل يعني اني اخرج المسرحيات هذه. الإضاءة تقريبا التقنيات تنقي فيها ألوان كثيرة، منقي فيها إضاءات يعني حلوة، أما الصوت ما شاء الله فتقريبا تنقي مؤثرات وايد يعني على كل حركة، كنت حريص إن لا إن الحركة ما تدش إلا مع صوته في نفس الوقت في نفس الثانية يعني. أنت عندك برافات هندسة صوت بروحه وهندسة إضاءة بروحه، يعني ليش انت منقي المؤثرات الكثيره هذه او ليش منقي اصوات الكثيره هذه؟ اي نعم، طبعا انا مثل ما قلت لك انا هذه الفكره كانت فكره جديده يعني، انا بالمسرحيه هذه مدعم فيها الكوميديا ومدعم فيها الـ يعني الطرح الثقافي للاطفال
ونفس الوقت ندعم فيه ومثل ما قلت لك أنا لأول مرة رعب، يعني مخلي المسرحية فيها شوية طابع رعب، يعني فيها خوف شوية. فزين كسروا طبعا كسروا. كيفكم كيفكم؟ خلهم على راحتهم، ترى أول يوم ما ترى مكسر كسر شيء ثاني بعد. زين فطبعا مثل ما قلت لك أنا في هذه الأمور، يعني هالثلاث الأمور أنا ركزت عليهم. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية. الله يسلمك. أول شيء معك برنامج من الكويت على قناة الفرات الفضائية وياين مسرحية عشان نسوي معك لقاء خاص أو شيء. زين ليش ما تقولون؟ ما نقول خلاص سر. اليوم أنا مخرج مسوي حركة خطيرة اليوم، بس راح أقول لكم بعدين. تفضل تفضل. أول شيء. أهلا بكم. أول شيء قناة الفرات ها؟ قناة الفرات الفضائية، أهلا وسهلا بكم وتقبل طاعاتكم وصيامكم وقيامكم، وحقيقة نرحب بكم معنا في مسرح مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في ابن دلقار في الكويت. ملا نزار. إذا تبي نوقف هني ولا نغير مكاننا؟ شو رأيك أنت؟ يلا خلنا نمشي وش دام، بس خلني. ملا نزار، أنت رادود ومعروف وفوق المنبر شوي من زاراتك إلى الأطفال. قمت تسوي زارة الأطفال نفس شنو كان زاراتك؟ قطار سريع. قطار سريع و. أول إصدار كان اسمه عصفورة، بعدين سوينا قطار السريع، بعدين سوينا كوكو. حلو. جات شوي حق الأطفال وجذبت الأطفال، والحين ما شاء الله أنت عندك مسرحية للأطفال وعندك برامج تلفزيونية للأطفال وعندك قناة للأطفال، يعني ما شاء الله جات وايد الأطفال. ليش سر ملا نزار قطري صوب الأطفال؟ يعني أنا أقول يعني المفروض مو بس أنا، المفروض كل الرواديد، يعني ما في شيء اسمه عمل للأطفال أو عمل للكبار. حقيقة اللي أنا شفت إن كثير يعني الأطفال هم الفئة اللي موجودين حاليا في المجتمع، فئة مظلومين وما حد مفكر فيهم، يعني فئة مهمشين ما حد قاعد يفكر فيهم. وللأسف إن كثير من القنوات الفضائية تقدم أعمال لا تناسب معتقداتنا وأفكارنا، والطفل مثل صفحة بيضة، يعني يا إن الأبو أصلا يمسح القناة هذه، يا إذا خلى القناة حق ابنه لازم يتحمل التبعات. وأنا أعلم إن كثير من الناس يخلون ما يمسحون، يعني هالقنوات موجودة، قنوات بلا ذكر أسماء، يعني قنوات للأطفال تقدم برامج للأطفال موجودة، وأنا أدري أنها أثرت على الأطفال، أثرت بشكل جدا جدا كبير وبشكل سلبي حقيقة. طيب شو نسوي؟ لازم نسوي لهم أعمال نجذبهم، نقوي معتقداتهم، ننمي أفكارهم. والطفل ما يتقبل أنك أنت مثلا تقعد قدامه وتنصحه، مثلا والله الغيبة حرام وما يصير انك تغتاب وما يصير انك تسمع الغيبة، لا تستغيب ولا كذلك تسمع الغيبة. كل هذا انت تقوله لعل يمكن 1% 2% يأثر. لا يا اخي، سوي لك قصيدة واحدة تأثر على الطفل، يعني تأثر على الطفل اكثر من النصيحة والكلام. ولهذا اتجهنا ل عمل أناشيد إسلامية، أناشيد تربوية أخلاقية دينية، وننشرها بين الناس. بعض القصائد اللي عندنا حقيقة يعني مو شرط يكون أصلا إسلامي أو تربوي، يعني قصيدة عن ألف باء هذه لا إسلامي ولا تربوي أصلا، قصيدة عامة الكل يسمع، فأيضا الطفل محتاج. شلون شايف أنت كنص كمسرحية كتجهيز ديكور كتجهيز أزياء؟ لا أول مرة تشارك، شو شايف تجهيز المسرح يعني؟ والله الديكور يعني أنتم مثل ما أنتم شايفين يعني جدا جدا عملية متعبة، يعني أيام وليالي المخرج هو بنفسه مسوي ديكور، يعني أيام وليالي كان يقعد يشتغل. وفعلا إحنا كنا نيجي نشوف كل شيء جاهز، يعني كل يوم جايين ولا شايفين شيء مفاجأة، شيء وبيت صار، بعدين صارت الشيرة، بعدين صارت الثعابين، وبعدين الديكور، يعني شوي شوي. ولكن الحمد لله ديكور موفق، أنا شايف إنه جدا جدا جميل. من ناحية النص أنا ما عندي خبرة في النصوص حقيقة، ما عندي خبرة في النصوص، بس أنا قاعد أشوف إن القصة جدا بسيطة وحلوة. وأحيانا أنت مثلا تقدم مسرحية مدتها ساعة ونص أو ساعتين، مسرحية طويلة
تقدم للطفل مجرد معلومة واحدة. صحيح. احنا لا، في كل مشهد عندنا معلومة، وفي كل مشهد عندنا ناحية تربوية، ناحية أخلاقية. لو احنا عندنا حاليا 5 مشاهد، يعني 5 معلومات وخمس شغلات تربوية، طبعا بغض النظر عن الأمور التربوية اللي مثل ما يقولون بين السطور يعني موجودة أثناء التمثيل، لكن احنا مثلا مشهد كامل نتكلم عن الغيبة، عندنا مشهد كامل نتكلم عن الاعتناء بالطيور والحيوانات وكذا، عندنا مشهد كامل نتكلم عن التعاون والترابط بين الشباب، بين يعني في مواضيع ترى وايد حلوه انتم تطرحونها، مواضيع قويه يعني. بعد ان الغيبه فضل الاطفال ما يعرفوا شنو يعني معنى كلمه الغيبه، بس توضحتوها بشكل بطريقه تمثيليه، وفي كل نهايه كل مشهد في قصيده الاطفال يسمعون القصيده عن نفس الموضوع. وايد حلو، الله يسلمك. من النزار انا شفت المخرج اشتكي منك بشغله واحده، يقول كل ما يجي ناسي شيء من الازياء. اليوم ايش ناسي؟ اليوم ناسي السكارف، هذا شو اسمه سكارف اللي يحطون هنا مثل الفوطه مثلثه يعني يحطون على ترى وازر منك، يقول لك ترى كل مره ينسى، وانا ما يصير كذي. انا زين، انا يا معود زين ما انسى نفسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى الله يلعن شلونك؟ الله يلعن ابليس. تمام الله يسلمك. اخبارك؟ حبيبي ابو جاسم. معنا ممثل حميد الحوالي، طبعا هو كان صاحب الفكره انه يجيب ملا نزار في خلال المسرحيه هذه، وهو ماخذ دور ابليس. نعم، ليش ابليس؟ ابليس قله ادوار؟ لا مو على سالفه قله ادوار. ابليس لا، لازم نوري اليهال شنو ابليس. لازم يعرفون ان في احد يوسوس لهم، لازم على اساس يدير ضايع عشان لما يسوي شيء غلط يقول ايه ابليس. وهذه هي الفكره، يعني ابليس انا راح اكون مو ابليس المرعب ولا اللي اخوف اليهال، لا لا، راح يكون شيء ثاني. شيء ثاني. زين، يعني نتوقع ان ابليس راح ينصح فرضا؟ لا مستحيل. شلون عيل؟ بس يطلع يعني بدور شلون؟ مو اللي ينصح ولا اللي انسان غامض، هذا ما راضي يقول يا اخي، ما راضي يقول. قول شنو دورك؟ ويطلع شخصيه محبوبه وينصح، لا مثل تقول شخصية أهبل. 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 إبليس أهبل. إبليس أهبل. شلون إبليس أهبل ومطلع فكرة نفس هذه؟ آه. آه. لا طلعها حميد. حميد. إي بس زي. إبليس المسرحية. أنا شايف إن أنت كاركتر مربي شعرك وكشة، وطبعًا في قرون وفي عدسات لها ملابسهم. شلون شايف اللبس العدسات؟ وشفتك أنا أول يوم تخوت أذيت، الله يعينك. والسوالف هذه، شلون شايف التجربة هذه الجديدة؟ والله كتجربة يعني لازم واحد ينوع. حلو. يعني إذا واحد يبي يطور من نفسه لازم يجرب شيء جديد. العدسات يعني أول يوم تأذيت، يمكن ثاني يوم تأذى، بس بعدين لا لازم أتأقلم معها. إحنا ما راح نسأل السؤال هذا حق حميد، راح نسأل حق اللهم إلعن إبليس. الله يعني. المسرحية قصدي شاكة المسرحية كشكل عام إبليس. كشكل عام إبليس. حلوة. حلو المسرحية. اتوقع ان يعني في ناس راح يجون، في ناس راح يتقبلون مسرحيه وراح يستفيدون منها ان شاء الله. ان شاء الله في يعني ياهل راح يستفيدون وايد وايد وايد. شيء يعطيك الف عافيه، دورك وايد المسرحيه، وطبعا بالبوستر موجود ولا حاطين اعلان له، لانه هو راح يكون دوره مخفي وراح تخوف اليهال. انا ادري فيك انت وين ما حق. لا 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 يصير خير ياهل، اللي يبي ترى دير بالكم من هذا. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله اشوفكم في لقاء ثاني. خوفني انا، يلا مع السلامه. مع كاركترين مميزين في خلال المسرحيه هذه، او شيء ازيك يا باشا؟ الحمد لله بخير والله العظيم. عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله، نحمد الله رب العالمين. انت مبدع في الاعلان جدا يعني. الله يسلمك يا باشا، الله يسلمك. اغاجي توري. الحمد لله، احوال شمو؟ سلامات باشي. الحمد لله. تو خيلي كار خوب كاريتو مسرح. بس ضحت. ضحت خلاص. اول شيء تعرف باسمك؟ والله اسمي عمران مرزوق. اي نعم، دور المسرحيه باللهجه المصريه اخواننا المصريين. زين، يعني انا طالب من طلبه الكشافه مع الاستاذ نزار، وهو يعطينا التوصيات. يعني في شغلات ما نبي نحرقها في المسرحيه، عرفت شلون؟ بس نظرات خلاص يشوفونك يعرفونك. اسمك ودورك؟ محمد جمعه. دوري شخصيتي بالكاركتر دور ايراني.
انزين جسد الشخصيه هذه طالب نفس الشيء من طلبه الكشافه يعني تدري طلبه كشافه شويه في شيطنه وفي شويه شيء وبس هذا اللي نقدر نقول لك اياه. كاركتر المصري انت بنقيتها لهالسنه هذه كانت جدا مميزه. وشيء ثاني اللي انا الصراحه صدمت فيه هالسنه ان وزنك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خف بشكل مو طبيعي ما شاء الله. كم كنت وكم صرت؟ ما اقدر اقول بصراحه. اي والله هذا السر يعني انا اذا قلت راح يزعلون مني ربعي يعني الحقيقه. انا عشان ما ازعل بس ما شاء الله وايد يعني وايد خفيت. هل هذا كان مساعد لك المسرح؟ كان مساعد لك انك تقدر تاخذ راحتك فوق المسرح؟ اي نعم طبعا انا كان وزن تتذكر كنت وايد متين. احنا كان عندنا مسرحيه قبل فكان دوري هم دور مصري مدرس مصري عرفت شلون؟ فانا شفت ان الحركه صعبه والشغله صعبه وانت تدري بعد مسرحيه اطفال يبي لها شوي حركه ومرونه بالحركه فلازم الوزن يكون خفيف عشان اقدر اتحرك امشي اسوي حركات حق الاطفال يعني من هالقبيل. هذا دور الايراني تتوقع ان الاطفال اذا جو المسرحيه راح يفهمون اللغه اللي قاعد اتكلم عنها والطريقه اللي قاعد اتكلم عنها انت؟ هو مو راح اتكلم كلغه ايرانيه او لغه فارسيه لا هي طريقه الايراني لما يكون مع العربي او مع الكويتي خلينا نقول ايراني معرب ايراني معرب عدل يعني هذا طريقه الكاركتر هذا ممكن يعني ان شاء الله يعني نحاول نقدر نوصلها بطريقه ان توصل حق الاطفال توصل حق الكبار وان شاء الله تفرحهم يعني. القطات اللي قاعد نسمعها والضحك اللي قاعد يصير في قطة أنا لحن أذكرها ومراضي أنساها لأن هي ضحكتني بس ضحكتني بطريقة شي فهم بحقت ما ليش قاعد سليمان ولا واقف سليمان ولا يمشي سليمان شنو هذه؟ هذه ايش اسمه يعني حركت انا خلاص ما هي من احد الاساليب اللي قاعد تصير فيها الشخصيات انها تصير ضحك وتصير غشمره واسلوب بعض المرات انه مثل طريقه تقليد وكذا فبالاخير انه راح يتم توجيهنا الشغلات هذه اللي قاعد تصير بمحض وناسه او ضحك هي اساسا يعني الشغلات لا تربويه تكون في حد ذاتها او الاسلام والرسول والاهل البيت اهل البيت سلام الله عليهم والائمه نهوا عنها زين فاحنا تطرقنا الى بعض المواقف زين قد تكون خاطئه تمثيليا زين ويتم فيها الارشاد والنصح بعدين اخيرا يعني عن هالمواقف هذه. زين نبي ناخذ منك كلمه اخيره بس بشخصيتك قائد سليمان. انا اول شيء بس حبيت بس اوضح شغله المسرحيه هذه بشكل عام فيها هم اختلاف على المسارح اللي تصير في العيد يعني مع الاسف فيها بعض المرات ناس يسوون حركات اعلاميه وتلفزيون ويعني بهرجه يسوون وكذا وبالاخير هي المسرحيه لا تخص الاطفال يعني وفيها اساليب مبتذله مع الاسف وفيها كلام جدا يعني لا يليق بالطفل وضحك على عقول الصغار بحيث ان عيد بنونسهم نحط لهم اي شيء لا والله احنا ما يعني فكرنا بهالشيء فكرنا ان بالمسرحيه هذه يكون اسلوبنا تربوي بحت رساله تضحك للاطفال والاولياء الامور وفيها توجيه تم رقابه المسرحيه ايضا للامانه يعني رقابه بحيث انه مو اي شيء ينقال مو اي شيء يتمثل قدام الطفل يعني ايضا راعينا عقليه الطفل. نختم معاك بشخصيتك عاد نبي نسمع شخصيتك شلون صايره. شخصيتي مشكله قائد بس دور طفل. أنا أشكر قناة الفرات على هذه الاستضافة وأشكر أخوي محمد البلوشي على هذه الاستضافة وإن شاء الله تتابعونا في مسرحيتنا أستاذ نزار وشباب الكشافة. وأنا بعد نختم معكم روح مسرحية ثانية. الله يعافيك. يلا روح مكان ثاني. هلا بخير. هلا والله. شلونك؟ هلا الحمد لله. شو اخبارك؟ تقهوى. الله يسلمك. الله يخليك. الله يخليك. كيالي. كيا سلام. سلام بابا. شلونك؟ زين الحمد لله. زين الحمد لله. تمام. الحمد لله. تعرف شنو باسمك؟ انا عبد العزيز. بتكلم عاد علي خلي الناس يعرفون ايش قاعد تقول. عبد العزيز. عبد العزيز شخصيتي. شنو شخصيتك بالضبط هنية؟ عبد العزيز دوري بدوي. انزين. شخصيتي بدوي بالكشافة زين وشو موديك هني انت عاده بالبر شيابك هني على اساس هذا يعني بر بس غابه متطورين شويه متطورين فيها شجر فيها حيوانات وناسه زين بابا انت يجي مني شنو دور؟
دور سايق بس راجو اي راجو. زين ليش وايد ياذونك في المسرحيه؟ سوي شباب شيطان اي شيطان كله مشكل سوي مشكل شباب اي مشكل شباب مو زين. شلونك مع ابليس؟ زين زين ابليس ما يقدر علي ما يقدر الا فزعه انا اقوى منه. يعطيكم العافيه كاركترين حلوين هم بعد دور الهندي ودور البدوي ان شاء الله شيء وايد حلو. اتمنى لكم كل التوفيق خلال المسرحيه هذه. الله يسلمك الله يسلمك الله يخليك. تقهوى تقهوى قدعه قدعه صيام. يلا ابو يعطيك الف عافيه انت وايد وايد زين وايد ما لا يخاف ماكو مشكل بس ماكو مشكل نهي مشكل. يعطيك العافيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شرف حضرتك. معك أخوك عبد الله شكناني مدير إدارة الرقابة بالمركز الإسلامي للإنتاج الفني والمسرحي وعضو مجلس الإدارة وكذلك عضو من أعضاء التمثيل. ما شاء الله. إحنا عارفين في خلال المركز الإسلامي دقيقين جدا جدا في خلال النصوص وكل كلمة تنقال تنحسب وفي كل بروفة أشوفك أنت حاضر وياهم وتقول لا. شيلوا الكلمة هذه حطوا الكلمة هذه الكلمة هذه ما تناسب الأطفال. طبعا احنا نشكر قناة الفرات على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للمركز الإسلامي للإنتاج الفني والمسرحي عشان نتحدث عن هذا العمل حقيقة اللي أنا أراه عمل إن شاء الله قيم وعمل إن شاء الله يحمل رسالة سامية إن شاء الله لكل طفل في عالمنا الإسلامي. طبعا أحب أنوه طبعا إدارة الرقابة بالمركز الإسلامي للإنتاج الفني والمسرحي تقوم برقابة النصوص المحتوى الفكري والمادة الفكرية والعلمية لكل نص يقدم سواء كان فيما يرتبط بالطفل أو فيما يرتبط بالأعمال التاريخية والدرامية اللي تقدم في طوال السنة طبعا وعلى الخصوص ما يقدم في شهر محرم والصفر. إن شاء الله إحنا على أعتاب عملنا التاريخي الكبير إن شاء الله اللي راح يقدم في شهر محرم الصفر اللي هو آلام سامراء الذي يرتبط بشخصية الإمام الهادي عليه السلام. طبعا إحنا أستطيع أن أقول يعني بكل ثقة وبكل صراحة أن إحنا مركزنا الإسلامي للإنتاج الفني والمسرح هو المركز الإسلامي الوحيد الذي يملك خشبة مسرحية أو قاعة مسرحية تقدم في هذه الأعمال القيمة. طبعا ما أقول إن ماكو أعمال أخرى تقدم أعمال إسلامية تقدم لكن هي تكون عادة يأجرون بعض القاعات أو ما يكون لهم مقر ثابت ودائم. إحنا الحمد لله آلينا على نفسنا إن نقدم أعمالنا من خلال هذه القاعة المسرحية التي تتبع هذا المركز الإسلامي. والمركز الإسلامي طوال 13 عاما طبعا مستمر في مسيرة العطاء وفي مسيرة الخدمة للإسلام والمسلمين ومذهب أهل البيت على وجه الخصوص. طبعا وفق ما تمليه علينا شريعتنا الغراء وما يمليه علينا فكر أهل البيت عليهم السلام طبعا وأيضا وفق دراسات تربوية ونفسية دقيقة. طبعا اللي أنتوا شفتوه أخوي العزيز أخوي محمد اللي أنتوا شفتوه خلال مراقبتي للنصوص طبعا هذا يتم في كل عمل يقدم أو يقدم المركز الإسلامي. طبعا إحنا كإدارة الرقابة دقيقين جدا في حتى في أثناء البروفات إن ندقق على ما يتلفظ أو يتفوه به أي ممثل. أحيانا إحنا ندري إن يكون هناك ارتجال يكون من قبل بعض الممثلين. طبعا هذا إحنا ركزنا عليه أيضا في إدارة الرقابة إن الارتجال يكون بعد الرجوع إلى المخرج وبعد الرجوع طبعا والتنسيق بين المخرج وبين إدارة الرقابة اللي إحنا طبعا أقل خادم من خدام الشريعة طبعا أقوم بتمثيل هذه الإدارة طبعا على أساس أن إحنا نختار اللفظة المناسبة. طبعا أنا كذلك دقيق في مسألة حتى النبرة المنطقية والإيحاءات والإيماءات المنطقية ودائما أنا أتكلم مع الشباب بشكل مستمر وأعطيهم بعض يعني الخطوط العامة وكذلك الخطوط الحمراء اللي إحنا لازم نوقف عندها. مثل ما تعرف أخوي محمد طبعا المسارح الأخرى المسارح التجارية والمسارح الأخرى همها مجرد استدرار الضحكة والابتسامة من 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 فم الطفل أو من ثغر الطفل من دون النظر إلى ما من شأنه أنه يصلح الطفل أو يفسده. المسارح الأخرى طبعا نشوف أكون هنالك جملة مع احترامي يعني جملة من
من الإشارات الغير مناسبة والتهكمات والسخرية، بحيث لما الطفل يخرج من هذه القاعة المسرحية يكون هو مشحون ومعبأ بجملة من الإشارات المنطقية والرسائل السلبية اللي ممكن تنعكس على مسيرة حياته إلى مرحلة البلوغ وما بعد البلوغ. إحنا دقيقين في اختيار الإشارة المنطقية المناسبة والنبرة المنطقية المناسبة، حركاتهم، إيماءاتهم، ألفاظهم، كلها لازم تكون دقيقة، وبحيث إن ما تخرج عن إطار الدراسات النفسية والتربوية اللي تخدم الطفل وتخدم الأسرة وتخدم المجتمع بشكل عام. وإحنا أمانة نشد على أيدي المسارح الأخرى من جهة إن خلينا نحط إيدنا بيد بعض ونقدم أعمال للطفل، أعمال قيمة وتحمل رسائل إيجابية، ونأمل إن هم إن شاء الله يحذون حذو المركز الإسلامي للإنتاج الفني والمسرحي في تقديم مثل هذه الأعمال الناجحة اللي مو مجرد أن تخرج بحصيلة من الضحك والابتسامة، كذلك تخرج إن شاء الله برسالة إيجابية، وإن شاء الله نحاول أن نرسخ الأخلاق والقيم التربوية والسلوكية الإيجابية اللي ما تبتعد عن شريعتنا، ما تبتعد عن قرآننا، ما تبتعد عن فكرنا الصحيح. بخصوص هذا العمل طبعا أخوي محمد، الأستاذ نزار والشباب الكشافة، عمل إن شاء الله أقدر أقول بكل فخر واعتزاز إن شاء الله يستطيع أن يستدر الضحكة والابتسامة، وكذلك يخلق إن شاء الله قيم وفضاء الأخلاقية في نفوس الأطفال إن شاء الله. يا ابن النص يقول ليش تبي النص؟ أي أبي أقرأ وأنا وصلت. ليش تقرأ؟ أنت الحين قاعد تمثل وين أقرأ؟ ترى محافظ. قلت ليش هيك؟ ليش يعني إيش دعوة أنت قاعد؟ شو مضيع؟ كشفك خلاص. ماكو نص، اقعد ما تمثيل. شوف هذا مثلكم. شنو؟ سوي ختام. بس هذا شنو دور الحين بالضبط؟ بس كذي واقف بس قاعد؟ تتكلم سؤال سهل. بس قاعد ها؟ ناطر الضب الضب. يلا شباب يلا خلاص خلينا نشتغل. اشتغلوا خلاص يلا خلينا نسوي. لحظة شوية، صوت يعني وين لاقي صوت ولا من الممثلين؟ بليز مؤثر دش علي على طول لما يقول ها كيو حلو. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، أنا بقالي أكثر من 20 سنة ولا أدرى، أول مرة أشوف طلبة بالشكل ده يخرب بيوتكم. ها ولازم تنظفون. لما انا اشهد السالفه دون ما احدد هذا معناته والله دورك وايد حلو صراحه. اي والله ايش فيك عمي قاعد تدعم انت خربت الديكور ان شاء الله. بعد من الصبح قاعد نشتغل ونقرب ونشتغل وهذا سليمان قائد سليمان. طول ما انتم في الكشافه تنادون قائدكم بالقائد سليمان. أنا آسف أستاذ نزار، إيه هذا قائد سليمان كله قاعد ما يشتغل حتى خط جبريل بعد ما جاء. شنو تقول يا أحمد؟ مؤثر. لا خلاص شوف. أوكي. أستاذ نزار. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا خلال المسرحيه هذه ختمنا معاكم، خلصنا معاكم في خلال حلقتنا اليوم. ان شاء الله تابعوني في الاسبوع الجاي في حلقه من برنامجكم الكويت. ان شاء الله اليوم كانت خوش يوم صراحه وياهم، احلى مسرحيه. تابعونا ان شاء الله في الاسبوع الجاي، حياكم الله.